أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله نبتدي لكتشر 6 في الإندوكراين، وهي عن الكالسيوم هوميوستيزيس، تثبيت الكالسيوم في الدم، وهي واحدة من المحاضرات اللي هي هامة وعاوزة فهم عميق، فعاوز تبقوا تركزوا معايا فيها. وكعادتنا بإذن الله هنبتدي بإن نحل الاندوكراين الامتحان السابق، نناقشه مع بعض. طيب اللي بيقول لي هنا one answer is correct، الاندر اكتف ثايرويد اللي هي في السيفير كيسز بنسميها مكسديما، بس عندنا بيعتبروا ان الهايبوثايروديزم هي المكسديما، وده مش اعتبار صحيح 100%. هو بيسموها underactive thyroid، لما تبقى سيفير بنسميها مكسديما. however مش دي النقطة، لو قالك مكسديما اعتبرها hypothyroidism. there is pitting edema، غلط، هي non-pitting edema، ما بتغرس عشان فيها ميوسين. فيها delayed relaxation of tendon jerk، صح، التندون jerk يبقى بطيء ففي delayed relaxation، دي الإجابة الصح. بي في hypocholesterolemia، كوليسترول بيقل، لا، في الثيرويد كوليسترول بيتحرك بصورة عكسية، يعني في الهايبوثيروديزم بيبقى فيه هايبر كوليسترينيميا، والعكس بالعكس، في الهايبرثيروديزم في هايبو كوليسترينيميا، فدي تبقى غلط. في دارية، لا طبعا، لان الموتيليتي بتاعت الجاسترون سانتاك تبقى ليه، بيبقى عندهم كونسبيشن دارية، ده بالعكس في الهايبر في الجريفز، وعليه الاجابة الصحيحة تبقى بي فور بيبي. Regarding الكريتينيزم، all are correct except، هل في delay in all the milestones of normal growth، في تأخر في كل شواخص النمو، الإجابة دي صح، هو عاوز الغلط، خد بالك. Soft tissue growth is more affected than growth of bones، العكس، البونز more affected than soft tissue، وعش كده قلنا البلفيس صغير والفيسرا يعني كبيرة، فبيبقى عنده بوت بيلي أبدومن وأمبليكا الهيرنيا، المانديبل صغير لكن اللسان زي ما هو كبير، فعش كده بيبقى عنده بروترودد تانج، انلارجد تانج، يبقى دي الإجابة الخطأ وهي اللي هو عايزها. there are sterility and impotence، طبعا الثيرويد stimulating هرمون is increased if caused by defect in thyroid gland، ما في يعني نفكر فيها الكريتينيزم هايبوفانكشن، يبقى لما الثيرويد تطلع T3 T4 قليلين يبقى بالنيجاتيف فيدباك TSH هيزيد. طبعا انا بجيب لكم الاسئله اللي عاوز نفكر شويه بنناقشها، يعني الامتحان بياخد وقت لا يقل عن تحضير الاوراق بتاعه المحاضره. طيب السؤال اللي بعد كده نعدلها دي شوية عشان نقدر نشوف بصورة أحسن. Regarding Graves disease، it's caused by thyroid stimulating hormone receptor blocking antibodies، لا هو stimulating antibodies، blocking دي يعمل hypofunction ما يعملش hyper، والGraves دي اللي هي أهم سبب للhyperthyroidism. Exophthalmos is present in all cases، لا، 50-80% بس من العيانين هم اللي عندهم exophthalmos. there is increased appetite and thirst، دي الإجابة الصح، C هي الإجابة الصحيحة، برغم ان العيان بيخس لان الحرق زيادة فهو بياكل كتير ومع ذلك بيخس، في decreased body weight برغم انه بيحاول يعوض الحرق الكتير بالأكل، وطبعا السخونة بتؤدي الى thirst، فبيبقى بياكل كتير وبيشرب كتير العيان ده. It's treated by beta adrenergic stimulants and anti-thyroid drugs، في الغلط هنا انها stimulants، لا هو beta adrenergic blockers، propranolol اندرال وanti-thyroid drugs، دي صح وعليه تبقى دي غلط لان النصف الاولاني غلط. اهم علاج قلت لكم في الهايبرثيروديزم يا اولاد ان ناخد beta adrenergic blocker propranolol، ده يسبق الanti-thyroid drugs لان بيبقى فيه increased sensitivity to catecholamines، وعليه الإجابة الصحيحة هتبقى هنا إنه there is increased appetite thirst، C. طيب السؤال الرابع، goiter، all are correct except، هل كل عيان عنده تضخم في الغدة الدرقية goiter؟
It may be caused by anti-thyroidal drugs. طبعا ده هو ده السايد افكت بتاع الانتي-thyroidal drugs. الناس اللي عندها جويتر بتاخد دواء الجويتر بتكبر. انت فاهم ليه؟ لان لما بيقل ال T3 وال T4 بيزيد ال TSH بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم وده بيكبر الغدة. ممكن الجويتر يجي من اكسس انتيك اوف كابج. قلنا في اكلات زي الكابج زي الكولي فلاور زي البروكلي بتكبر الغدة لانها فيها جويتروجينيك ايجنتس حاجات تمنع تقلل تكوين التي 3 والتي 4 فبالنيجاتيف فيدباك تزود التي اس اتش فالجويتر تكبر. Always accompanied by hyperthyroidism دي الاجابه الغلط وتبقى هي المطلوبه اللي هي سي. تي 3 تي 4 سكريشن مي بي نورمال. ما هو في فيسيولوجيكال جويتر زي الستات اللي بتبقى حامل في البريجننسي في اللاكتيشن في البيوبرتي ساعات الغده بتكبر لكن بيبقى الفسيولوجي مظبوط يعني الغده بتطلع نفس كميه الهرمونات. Regarding الثيرويد diseases وعليه في السؤال اللي فات الاجابه الخطا اللي هي مطلوبه سي. Regarding thyroid diseases in Graves disease there is bradycardia غلط في tachycardia. In cretinism there is difficult in breathing and swallowing صح هي دي الاجابه الصح لان لسانه كبير فالعارف يبلع والعارف يتنفس وده تخلي الام الذكيه تشخص الحاله البيبي رضاعته صعبه ونفسه صعب فنلحقه نديله ثيروكسين قبل ما البراب برين بارير يتكون. الميكسيديما there is warm flushed skin لا في الهايبوثيروديزم بيبقى السكين كولد وبيبقى even بيبقى يلو لكن مش flushed flushed ده ما يبقى فيه سخونة. In hyperthyroidism due to ectopic thyroid tissue يعني في ectopic thyroid tissue خارجي بيطلع ثيروكس يبقى بالنيجاتيف فيدباك هيقل ال TSH مش هيزيد يبقى دي غلط وعليه الإجابة الصح تبقى B. طيب وعليه الإجابات السؤال الأول والثاني والخامس الإجابة الصحيحة بي الثالث والرابع الإجابة الصحيحة سي. طيب نتوقع أننا نبتدئ حصة مهمة جدا وهو الكالسيوم هوميوستيزيس ولا يغيب عننا أولاد أنه الكالسيوم ده مشكلة اللي هو هشاشة العظام دي بتبدأ هشاشة العظام في المعلومات العامة بعد سن 35 وطبعا بتبقى أكتر في الفيميلز كمان بعد سن المينيبوز فده موضوع مهم. الأول بحب أبتدي فقرة معلومات عامة جميلة. 99% من البادي ماس معمول من 6 elements 6 عناصر يعني 99% من جسمك معمول من 6 elements اللي هما مين؟ فكر اعتبرها كده سؤال في معلومات عامة. أكسجين هيدروجين كربون النيتروجين أهم هذا أربعة. ومين أكتر 2 minerals معادن في جسمك؟ الكالسيوم نمبر 1 والفوسفورس نمبر 2. كانت هذه فقط المعلومات العامة. مين ال 6 elements اللي بيعملوا 99% من وزن الجسم. تدي بقى الكالسيوم هوميستيزيس دلوقتي functions of calcium. انت جسمك بيحتوي 1100 جرام كالسيوم 1100 grams of calcium معظمهم في صورة كالسيوم salts كمية قليلة جدا بتوجد في صورة ionized calcium متأين بس هو ده اللي في physiologically active هو ده اللي مهم وظائفه. فأول سؤال ممكن يجي لنا functions of calcium في البادي غالبا ما بيجيش انت عم في حاجات أهم هتقسمها حب النظام جدا وظائف الكالسيوم سولتس وظائف الايونايز كالسيوم. كالسيوم سولتس طبعا اهم حاجه بيعمل الهارت تيشو اللي هم بون اند تيث فورميشن ان العظم والاسنان اساسا كالسيوم. طب هل في كالسيوم سولت في حاجه ماهيش هارت؟ طبعا الميلك اللبن غني جدا بالكالسيوم بس ده مش هارت تيشو. نيجي للجزء الأهم في السؤال بقى. 1% من الكالسيوم في الجسم مش موجود في صورة كالسيوم سولتس موجود في صورة أيونايز كالسيوم في البلازما ده ليه 6 وظائف فاصل بطريقة لطيفة.
ما عشقت مثل عشق النظام. كل حاجة بحب أعملها لكم بطريقة منظمة. واحد اتنين تلاتة. يعني وظيفة لوحدها وبعدين وظيفتين وبعدين تلات وظائف. أول وظيفة، أول مرة خدنا الكالسيوم كان في البلاد، كان مهم للبلاد كواجيليشن. دي أول مرة. طيب تاني وتالت مرة خدناهم في الاندوكراين. خدنا علاقتين مع الهرمونز. إن قلنا إن البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز، فاكر؟ كانوا بيشتغلوا عن طريق الجي بروتين، عن طريق أربعة سكند ميسنجرز، كانت واحدة منهم الكالسيوم كالمودولين سيستم. يبقى إذن الكالسيوم بيشتغل كسكند ميسنجر، وسيط للبروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز. دي حاجة. طيب كل البروتين هرمونز عشان يخرجوا من الخلية والكيميكال ترانسميترز عشان يحصل لها ريليس من نيرونز بتطلع بعملية اسمها اكزو سيتوزيس اللي تحتاج الى كالسيوم. فحتى انا حطيت لك حرف اتش عشان تفتكر. يبقى مرتين خدناهم مع الهرمون. في المود اوف اكشن بيشتغل كسكند ميسنجر. الريليس اوف هرمونز، ومش بس البروتين هرمونز، وكل الكيميكال ترانسميترز بيحصل بالاكسيتوزيس اللي تحتاج كالسيوم. يعني الكالسيوم مهم للاكشن ومهم للريليس. الاكشن بتاع الهرمونز كسكند ميسنجر، والريليس بتاع الهرمونز ومعاهم الكيميكال ميسنجرز. طب اخر ثلاث وظائف نيرف ومصل. في النيرف دي اهم وظيفه بقى يا اولاد، ركز فيها. الكالسيوم مهم للاكسايتابيليتي. يعني لما يقول لي مين اهم اين بيتحكم في الاكسايتابيليتي في جسمك، تقولها صح. الطالب العادي يقول كالسيوم، الطالب المتميز يقول ايونايز كالسيوم. لان قلت لكم كما قوه شمشون في شعره، قوه الكالسيوم في التشارجز، في الايونات بتاعته. وقلت العلاقه عكسيه ورسم لك الاربوحه اهي. لو قل الايونايز كالسيوم بتزيد الاكسايتابيليتي، وده اللي هناخده في مرض مهم جدا اسمه التيتاني، التشنج. اهم اين يؤثر في الاكسايتابيليتي هو الكالسيوم. ليه؟ لان قلت ان الفولتج جيتد صوديوم شانلز، وهشرحها بعد كده، جاردد بايونايز كالسيوم. فلو شلت الحرس الكالسيوم يبقى الصوديوم يدخل اسهل، بيحصل لورينج في الثريشولد بتاع الفولتج جيتد صوديوم شانل. طول الصوديوم اسهل، يعمل مور ديبولايزيشن، مور اكشن بوتنشلز، تنتهي الكوارث بقى هنشوفها. يبقى تاني لما يسالك في الام اس كيو يديك اربع ايونات يقول لك مين اهم ايون مسؤول عن الاكسيتابيليتي، ايونايز كالسيوم. والعلاقه عكسيه، لو زاد الايونايز كالسيوم تقل الاكسيتابيليتي، قل الايونايز كالسيوم تزيد الاكسيتابيليتي. هي الارجوحه دي برضو، لاني بحب اوسع المدارك. مين تاني اين مهم في الاكسيتابيليتي بعد الكالسيوم؟ ولانه مش موضوعنا، المغنيسيوم اهي مكتوبه عندك. المغنيسيوم عنده هاف بوتنسي، نص فعاليه الكالسيوم. عارف دي تفيدك في ايه؟ الناس اللي بيجي لها تقلصات في العضلات وتتني بنعالجها بايه؟ يبقى ده معناها الاكسيتابيليتي زايده، عشان كده عندها تقلصات، بنديها كالسيوم ومغنيسيوم. الطبيب العادي يدي كالسيوم، المتميز كالسيوم ومغنيسيوم، لانه عارف ان المغنيسيوم عنده هاف بوتنسي اوف كالسيوم. طب نيجي في المصل، خدنا الكالسيوم مهم لل كونتراكشن. طب في الكاردياك مصل كان مهم للريذمستي. يبقى دي وظائف الايونايز كالسيوم. كسؤال نظري مش مهم قوي، لكن كسؤال شافه مهم جدا، وقلتها بطريقه لم ولن تنسى. واحد اثنين ثلاثه. واحد بلاد كواجيليشن، اثنين علاقته بالهرمونز كسكند ميسنجرز ويطلعها بالاكسيتوزيس، اني هرمونز البروتينز هرمونز ومعاهم الكيميكال ترانسميترز. وبعدين النيوروماسكولار سيستم خدنا في النيرف، ودي الاهم، مهم الاكسيتابيليتي وشرحتها، وعلاقه عكسيه. في المسلز كونتراكشن، في الكاردياك مسلز على وجه الحدود او التحديد اسف ريذمستي. طيب انتقل بقى للايونايز كالسيوم. نسبة الايونايز كالسيوم في البلازما في السيرم قد ايه؟ هلاقي بقى بعض الزملاء يكتب حاجة غريبة، يعني عاوزين يبسطوا
التبسيط المخلي، فيقول لك نسبة الأيونايز كالسيوم 10 ملي جرام برسنت، رقم سهل أو 10 كل الناس تفتكره، بس غلط. الكالسيوم من 9 ل 11، هنا بقى يجب تقول رينج من 9 ل 11 ملي جرام برسنت، وفي بعض الكتب هنا يكتبوها 9 ل 10 ونص، مش هدق فيدي قوي، خليها 9 ل 11. ننصح ليه؟ لان ما اقدرش اقول ان الكالسيوم ناقص عندك غير لو نقص عن 9، وما اقدرش اقول انه زايد غير لو زاد عن 11. طيب ال 9 ل 11 ملي جرام دول متوزعين ازاي؟ عندي طريقه سهله جدا، نصهم 50% ايونايزابل متأينين، ديفيوزابل يعني يقدروا يعدوا، فيسيولوجيكالي اكتف، الايونايزابل هم الفيسيولوجيكالي اكتف. طب والنص الثاني ان ايونايزابل فيسيولوجيكالي ان اكتف. طب دول متوزعين ازاي؟ 40% باوند تو البيومن، تو بلازما بروتين مينلي البيومن، لان ده اكتر حاجه، الكالسيوم اكتر مينرال عندك، يبقى يتمسك على اكتر بلازما بروتين. يبقى فكر ما بنحفظش مع بعض، لما اسالي الكالسيوم اتشال على انهي بلازما بروتين، هو اكتر مينرال في الجسم، قلت في المقدمه اتشال على اكتر بلازما بروتين وهو الالبوم ده، وبالتالي بقى نون ديفيوزابل فيسيولوجيكال اكتف. ده 40%. ال 10% اللي فاضلين او 5 ل 10 على وجه التحديد يعني لو ادق، هيبقوا موجودين في صوره سولتس مع اورجانيك اسيد مع فوسفيت مع اوكزاليت، يبقى ديفيوزابل لكن نوت ايونايزابل، يبقى فيسيولوجيكال ان اكتف. يبقى الفرق بين اللي بس في البلازما بروتين نون ديفيوزابل وان اكتف، دول ديفيوزابل وان اكتف، يبقى مين اللي اكتف بس؟ اللي هو نص الكالسيوم اللي هو الايونايزر. الاقي بقى في بعض الكتب عندنا في الجامعات المصريه زي ما قلت لكم مثال للتدقيق حيث لا ينبغي التدقيق. قال ايه بقى؟ يقول لك الايونايزر والكالسيوم اعداد لا قيمه لها على الاطلاق، ال 47 و2 من 10 اللي انا قلتها 50%، والباوند تو بلازما بروتينز البومين 46.4 من 10 والسولتس 6.4 من 10. اولا اعداد من الصعب جدا تذكرها، والاهم انها ملهاش قيمه التدقيق حيث لا ينبغي التدقيق. وبعدين في نفس الكتاب الاقي كاتب ان الكالسيوم ليفل في البلازما 10 ملي جرام، فطبعا لما نعلم ناس 10 ملي جرام يبقى تحت 10 9.5 يبقى ناقص، 10.5 يبقى زايد، لا هي في رينج هنا من 9 ل 11. يعني الزميل الفاضل استخدم التدقيق حيث لا ينبغي التدقيق والعكس بالعكس. دي احسن طريقه يا اولاد للعرض، اوعى تنسى. يبقى الايونايز كالسيوم من دي تقولها رينج 9 ل 11 ملي جرام برسنت. طب بعد كده متوزعين ازاي؟ نصهم او اسف احنا بنتكلم على السيرم كالسيوم، انا يعني مفروض دي ما نخليهاش ايونايز، نخليها سيرم كالسيوم لان نصهم بس ايونايزد. اهي هنصلح حالا مفيش اي مشكله. يبقى السيرم كالسيوم 9 ل 11 تمام، نصهم ايونايزابل ديفيوزابل فيسيولوجيكالي اكتف، ايونايزابل ديفيوزابل فيسيولوجيكالي اكتف، والنص الثاني بيبقى ان ايونايزابل وبالتالي بيبقوا فيسيولوجيكالي اكتف. يا اما 40% ماسكين مع البومين، ده دول مش بس ان ايونايزابل ونون ديفيوزابل وفيسيولوجيكالي اكتف، و15% موجودين مع اورجانيك اسيدز زي الاوكزاليت وزي الستريت والفوسفيت والكلام ده كله، ودول طبعا هيبقوا مش ايونايزابل ديفيوزابل بس فيسيولوجيكال ان اكتف. يبقى هنصلح هذا العنوان مره اخرى وهنكتبه، يبقى ده السيرم كالسيوم، السيرم كالسيوم اهي، معلش عشان الورق بكتبه في عجاله، في عجاله قبل المحاضره واحنا مع بعض مفيش اي مشكله، اي حاجه واحنا بنشتغلها مع بعض هنقول لك، ده بالعكس يعني بننبهك، طبعا مش مقصود التنبيه يعني مش هقول لك ان انا قصدتها، انما كويس ان احنا ندسكس. يبقى السيرم كالسيوم هنا لازم تبقى مدقق جدا 9 ل 11 ملي جرام برسنت، بعض الكتب هنا تكتبها 10.5. طب متوزعين ازاي؟ هنا مش مهم الدقه، تقولها حاجه تقريبيه، 50% هم دول المهمين، دول الايونايزر والديفيوزابل والفيسيولوجيكالي اكتف، و50% ان ايونايزر وبالتالي وان اكتف، 40% منهم باوند تو بلازما بروتين
نون ديفيوزبل كمان، و10% في صوره سولتس مع السيتريت والفوسفيت والاوكساليت والبايكربونات والاورجانيك اسيدز، يبقى دول بيبقوا ديفيوزبل بس ستيل فيسيولوجيكالي ان اكتف. طيب نكمل absorption of calcium، كل ده مقدمات ام اس كيو وشافوا. كالسيوم كما الحديد يمتص من الديودينم. اذكرك ليه؟ انا علمتكم قاعده مهمه جدا يا اولاد، اي حاجه عشان تمتص في الجي اي تي، واشوف مين يفتكرها في محاضرات الترم الثاني في الجاسترونتستينال تراك، لازم تبقى سوليبل. سوليبل يبقى ابزوربابل، قاعده حلوه قوي اهي. ان سوليبل يبقى نوت ابزوربابل. حلوة القاعدة دي. يبقى أي حاجة عشان تمتصها في الجهاز الهضمي لازم تبقى دايبة، دايبة تمتص، غير دائبة لا تمتص. طب فاكر كنا قلنا مين يدوب الحديد؟ الـ HCl acids hydrochloric acid، حديد ما بيدوبش غير في acid في حمض. وكذا الكالسيوم، مين يدوب العظم؟ الكالسيوم. يبقى الكالسيوم كما الحديد soluble in acids. طب احنا الامتصاص بيتم من السمول انتستين، فاني حته في السمول انتستين لسه الهيدروكلوريك اسيد بتاع الاستومك بخير وما حصلوش نيوترلايزيشن؟ في الديودينم، لان باي ذا تايم نتنقل للجيجينم بيبقى نيوترلايز اتس ال، الوسط مش اسيديك. عشان كده اولاد امتصاص الكالسيوم والحديد اللي هما ما بيدوبوش غير فين؟ ما بيدوبوش في الميه. هل كالسيوم تجيب حته عظمه، تجيب حته حديد تحطها في ميه تدوب؟ مين يدوب الحديد؟ مين يدوب الهضم؟ هيدروكلوريك اسيد، اللي هو بخيره فين؟ في الديودينم. ده سؤال ام اس كيو، لان باي ذا تايم وصلنا الجيجنم يبقى الاتس ال نيوترلايز. في سبب تاني ومهم جدا لامتصاصهم في الديودينم، ان هما الاثنين بيتشالوا على الترانسبورتر بيشيل المعادن ثنائيه التكافؤ، اسمه دايفيلنت يعني ثنائي التكافؤ، ميتال يعني معدن، ترانسبورتر. هما الاثنين الكالسيوم والحديد بيتشالوا على الدايفيلم ميتاليك ترانسبورتر. ايه اهميه الكلمه دي؟ يبقى لسببين. الاول هو الكالسيوم والحديد بيمتص في الديودينم لان الوسط اسيدك، ولان عندهم الترانسبورتر الكارير بروتين بتاعهم اللي يشيل الدايفيلم ميتال ترانسبورتر. ايه اهميتها بقى؟ معظم الزملاء مش هيقولها لك، ان في كومبيتيشن بين الكالسيوم والحديد، وعليه افهم نفس الكارير خدناها في الانترودكشن، ادام نفس الكارير يبقى بيشيل لحاجتين، يبقى في ما بينهم كومبيتيشن. ايه قيمتها في الطب؟ لو عيان بدي ناقصه كالسيوم عاوز اديله كالسيوم، لازم ياخده مع وجبات ما فيهاش حديد عشان كتير، عشان ما يحصلش كومبيتيشن. والعكس، عيان عنده انيميا نقص الحديد، اللي هي اشهر نوع من الانيميا في العالم، the most widely يعني موجوده في الدنيا، اللي هو الايرون ديفيشنس. يعني ادي معلومه حتى فقر معاك العام، مين اكتر انيميا في الدنيا؟ الايرون ديفيشنس. فانا بدي عيان ايرون، ما ادوش مع اكل فيه كالسيوم، لان ده هياثر على امتصاص الحديد. نقطه مهمه جدا في الطب، ما اعرفش ازاي الناس بتفوتها، الكالسيوم والحديد في ما بينهم كومبيتيشن، لان بيتشالوا على نفس الترانسميتر اللي هو الداي ميتال ميتاليك ترانسبورتر. معلومات كلها تفيد في صناعه طبيب فاهم. طب ايه الفاكتورز افكتنج الكالسيوم ابزوربشن؟ هنقول الحاجات اللي تزود والحاجات اللي تنقص. حاجات اللي تزود، وكل حاجه لعبد الله عنده ليها طريقه جميله، كلها بحرف الايه؟ اسيديك فود. طبعا اما الاكل يبقى اسيديك هيدوب الكالسيوم، هيبقى حلو خالص، يعني زي السيتراس حاجات كده بتدوب. طيب امينو اسيد، لما تاكل الكالسيوم مع بروتين، ليه؟ لان البروتين معاه امينو اسيد، امينو اسيد اسيد اسيد، يبقى هيدوب الكالسيوم. طيب الديري برودكتس، منتجات الالبان، اشرب لبن احسن ولا زبادي احسن؟ طبعا اليوجورت الزبادي، فاهم ليه؟ لانه اسيديك ميلك برودكتس. طبعا لبن كويس بس اليوجورت افضل لانه اسيديك، ما انت فاهم. وبعدين اخر واحده بقى الاكتف فورم اوف فيتامين دي 3 اللي هناخده بالتفصيل، اسمه 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفون. حتى كلهم بحرف الايه، اول ثلاثه فيهم كلمه اسيدز، اسيديك فود، امينو اسيدز، اسيديك ديري برودكتس اللي هو زي اليوجورت، ومعاهم الاكتف فورم اوف فيتامين دي 3. ده اهم حاجه مهمه لامتصاص الكالسيوم.
ولأهمية الكالسيوم، لأن قلت ده أكتر معدن في جسمك في كيف تكسب المليون. مين أكتر معدن؟ الكالسيوم. إن فيتامين دي ده من الفيتامينات القليلة جدا اللي في الأكل ملوش قيمة، في الأكل بس كمية لا تذكر، ملوش قيمة، بيتعمل أساسا في الجلد، هنتكلم عليها بالألترا فايلت. أهميته للكالسيوم له أهم معدن. بينما لو أنا كلت مع الكالسيوم حاجات زي أوكجاليت وفوسفيت تعمل انسوليبل سولتس، يبقى هتمنع امتصاصه. يبقى ده الفاكتورز الأربعة اللي بيزودوه بحرف الإيه واللي بينقص قلنا الأوكجاليت والفوسفيت. طب عايز أقول نقطة لطيفة برضو، ولا طب إيه الأكلات اللي فيها كالسيوم كتير؟ قولها كده فقرة معلومات عامة. ديفينتلي الديري برودكتس، منتجات الألبان، لبن، جبنة، زبادي، طب أحسنهم أنتوا عارفين اللي لما يبقى أسيدك اليوجورت. لو عندك حد عنده هشاشة عظم، نقص في العظم، وستات كتيرة فوق المينوبوز عندها أوستيوبوروزيس، تقول لها عليكي بالزبادي أكتر من اللبن، لبن طبعا وزبادي أحسن. الإجز، البيض، الأسماك القشرية، أديني قلت لك أهو عشان ناس كتيرة قريبة عندهم هشاشة عظم. دي الثلاث وجبات الأساسية، وطبعا في حاجات موجود في الفيجيتابلز وحاجات تانية كتير، بس دول أغنية جدا. الديري برودكت سبيشالي اليوغرت، الإجز، الأسماك القشرية. طيب ده كان الكالسيوم. نيجي للفوسفورس بقى شقيقه اللي هو تاني معدن من حيث الكثرة في الجسم. كل ده ولما دخلناش في حاجة يعني ريتن أو حاجة مهمة وتسأل، فمفيش الكلام ده حتى. يعني ده معلومات مهمة جدا في الام اس كيو، بس في أهم منها بقى اللي هنجيبه. فوسفورس. معلومة رقم واحد، بحب النظام جدا. Up to 1% من البادي ويت، حوالي 1% من وزن جسمك، يعني لو وزنك 80 كيلو يبقى حوالي عندك 800 جرام. طبعا انت عارف ليه الرقم مش مهم 1100 و800، لانها بتختلف حسب البادي بيلت، واحد ضخم، واحد متوسط، واحد قليل. فهنا حتى الرقم لطيف، 1% من البادي ويت يعني بيكورليتد للبادي ويت. طيب هناك كان 99% من الكالسيوم موجود في البونز والتيس، 99، انما هنا 85% بس موجودين في البون والتيث. شوف بقارن اهو، يبقى هناك كان 1100 هنا 800، هناك 99% في البونز هنا 85% في البونز. البلازما ليفل، حد يذكرني انا نسيت يا اولاد والورقه مش قصادي، 9 ل 11 مللي جرام برسنت. هنا الفوسفورس بيبقى من 2.5 ل 4.5 مللي جرام برسنت. طب موجود فين؟ اهم حاجه في البونز طبعا، وفي every cell، في كل خلية، في cell membrane فيها phospholipids، في النيوكليك acids جوه في النيوكليس، فيه في الهاي انرجي فوسفيت كومباوندز اللي بتدي الطاقة، كل دي فوسفيت يعني عشان تعرف أهمية الفوسفيت. طب مين المركبات اللي غنية؟ كانوت كاتبها لك، الفوسفوليبيدز طبعا، والفوسفرس كونتينينج امينو اسيد. ريجوليتد مينلي بايه الفوسفورس؟ دي معلومه جميله ناس كتير من الزملاء ما بيركزوش عليها، بالكيدني، اللي ينظم الفوسفورس والكيدني، وعليه في الكرونيك رينال فيلير ما بتعرفش تتخلص من الفوسفيت، فبيحصل فوسفيت ريتينشن فيزيد الفوسفيت في السيروم، كيدني بروبلمز. طيب ويقل امتى بقى؟ هنجيلها بعد شويه، بزياده الباراثورمون. باراثورمون بيحب الكالسيوم وما بيحبش الفوسفورس، يزود الكالسيوم وينقص الفوسفورس. باراثورمون عدو الفوسفورس، ونقص فيتامين دي، يبقى زيادة الباراثورمون ونقص فيتامين دي. طيب نيجي نرجع تاني للمعلومات مهمة جدا. يبقى احنا درسنا كالسيوم وفوسفورس. تصور ايهما اهم؟ مش بس ككم، يعني الكم ما فيش فرق جامد، 1100 جرام من 800 جرام مش فرق، بما لا يقارن الكالسيوم. حتى جملة عرفتها لأجيال من الأطباء، minor changes in plasma calcium have dramatic effects on the body، يعني التغيرات المحدودة في الكالسيوم لها تأثيرات مدمرة دراماتية على الجسم، والعكس major changes in
بلازما فوسفرس، يعني التغيرات الكبرى في البلازما فوسفرس. بس هقول جملة بقى هنا ايه استدراكية جميلة، ان لم يكن يصاحبها تغير في الكالسيوم لها ماينور افكتس. يعني التغيرات الصغيرة في الكالسيوم ليها دراماتيك افكتس، والتغيرات الكبيرة في الفوسفرس ليها تأثيرات طفيفة طالما لا يصاحبها تغير في الكالسيوم. يبقى مين الايون المهم؟ كالسيوم. تقول لي يعني دي تعلمنا منها ايه؟ اقول لك اعلمك ايه. لما حضرتك يجي لك لاب ريبورت، يعني نتيجه معمل، وشايف الكالسيوم والفوسفرس متلخبطين، دي بعلمك حاجه مهمه جدا، ما تظبطش غير الكالسيوم، اجنور الفوسفرس، الكالسيوم هو المهم. فاكر احنا كنا قلنا السيرم كالسيوم كام؟ السيرم قلنا 9 الى 11، حتى قلنا نصهم ايونايزابل ديفيوزابل فيسيولوجيكالي اكتف لو كنت فاكر. شوف بقى 9 ل 11 لو نزل تحت 7 يحصل لك حاجه اسمها مانيفستيتاني، الاكسايتابيلتي تزيد لدرجه يحصل لك مانيفست، يعني واضح ظاهر مانيفستيتاني، ومي ليد تو اسفيكسيا، يعني من كتر ما انت بيحصل لك في المانيفست هتتشنج في اللارينكس، يعمل بريدنج بروبلمز، مي بي اسفيكس. ده تحت 7 خلاص. طيب فوق 17 يترسب في السوفت تيشو، يعني المفروض هو يترسب في البونز والتيث، يترسب في السوفت تيشو ويحصل لك حاجه اسمها ميتا، يعني بعيد، ميتاستاتيك كالسيفيكيشن، كالسيفيكيشن بعيد عن البون، كل السوفت تيشوز بتاعتك الثايرويد اللنجز الليفر كل حاجه يحصل لها كالسيفيكيشن، تحول لحته عظمه. اتس رير، صعب جدا يطلع فوق 17 بات فيتال كومبليكيشن. ويبقى ارقام هي لا تنسى ولا 7 ل 17 ادي الرينج بتاعك، هي نورمال 9 ل 11. شوف بقى التغيرات تافهه اهو، تحت 7 مانيفستيتاني ممكن تختنق، فوق 17 ميتاستاتيك كالسيفيكيشن تموت، رير فوق 17 دي رير بات فيتال كومبليكيشن. دي معلومه قيمه جدا يا اولاد، التغيرات الصغرى في الكالسيوم لها تاثيرات دراماتيك على الجسم، وقلت الرينج لا تنساه 7 ل 17، حتى الرقمين اللي زاد 7 17. معلومه ثانيه جميله جدا اللي هي اسمها السوليبيليتي برودكت. خلاص، في السوليبيليتي برودكت يعني ايه؟ لقينا ان حاصل ضرب الكالسيوم في الفوسفرس يساوي ثابت، يسموه سوليبيليتي برودكت، معامل الذوبان. خلاص، هنا عاوز بقى اعلمها لك صح عشان بتربع الدكاتره عارفينها غلط، وعاوز الناس اللي بتتابعني بقى بيعملوا ماستر في العظم يتابعوا المحاضره دي كويس قوي. معنى هذا الكلام حصل ضربهم ثابت ان لو نقص الفوسفرس يزيد الكالسيوم، عشان يبقى الحاصل ضرب ثابت، زاد الفوسفرس يقلل الكالسيوم. وعشان كده انا بقول الفوسفرس خطير مش في ذاته، انما في تاثيره على الكالسيوم، لان حاصل ضربهم يساوي ثابت. تمام، انا احب افهمها لك بطريقه كويسه زي ما انا فاهمها. انا بتصور الاتي وهو تصور صحيح، ان البلد لا يميز بين الكالسيوم والفوسفورس، فبيذيب من كليهما كميه ثابته، يعني هو مش شايف البلد، مش شايف كالسيوم وفوسفورس، شايفه بحاجه واحده، كالسيوم وفوسفورس شايفه سولت واحد، فبيدوب منهم هما اتنين كميه ثابته. فلو حضرتك دوبت فوسفرس كتير يبقى اللي باقي لك تدوبه من الكالسيوم قليل، والعكس بالعكس. نيجي الغلطه الثانيه برضه، هل هذا الثابت ثابت ازلي ابدي يعني ما بيتغيرش؟ لا 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 لا، شوف جمله رائعه برضه، هذا الثابت ثابت بثبات البي اتش، يعني عند يعني هو ثابت لما البي اتش تبقى ثابته، لكن تغير البي اتش يغير السوليبيليتي برودكتس. واحد يقول ازاي؟ ما انا قلتها لك، الكالسيوم والفوسفرس هما الاثنين بيدوبوا في الوسط الاسيديك، ففي الوسط الاسيديك تقدر تدوب من كليهما كميه اكتر، فدي الحاله الوحيده هي اللي يزيد فيها الكالسيوم والفوسفرس مع بعض، لان هما بيدوبوا اكتر في الوسط الاسيديك. وانت كملها بقى، طب وفي الوسط الالكلاين ما بيدوبوش، يبقى يدوب من كليهما كميه اقل، يبقى فين الحاله اللي بيمشوا مع بعض، يزيدوا هما اتنين او يقلوا مع بعض؟ في تغير pH.
في الاسيدوزس الاثنين يزيدوا، في الالكالوزس الاثنين يقلوا. لكن لو ثبتت البي اتش، لو واحد زاد الثاني قل، واحد قل الثاني يزيد. اتمنى ابقى يعني كلير، اي هوب ام كلير اند ام اولويز كلير في حكايه السوليبيلتي برودكت اللي ناس كثيره فاهمها غلط. طيب عاوز اقول لك حاجه ثاني، معلومه جميله برضو، ان نورمالي البادي فلويدز بما فيها الدم سوبر ساتوريتد ويز كالسيوم فوسفيت، يعني كميه الكالسيوم فوسفيت اللي دايبه فيها اكتر من درجه التشبع. الله، طب ازاي؟ طب ليه ما بيترسبوش؟ ادام انت بتقول سوبر ساتوريتد، مشبعه اكتر من باقي، بسبب مركب، افتح ودانك من فضلك، اسمه بايروفوسفيت. هذا البايروفوسفيت هو اللي بيخلي كل سوائل الجسم سوبر ساتوريتد كالسيوم اند فوسفيت من غير ما يترسب. وعليه لو عاوز ترسب الكالسيوم والفوسفيت تبني بون، لازم توقف البايروفوسفيت، وده اللي بتعمله الخلايا اللي بتبني البون اللي هي اوستيوبلاست بلاس، يعني يبني بانها بتطلع بايروفوسفيت انهيبيتور، بايروفوسفيت انهيبيتور، فتلاقي الكالسيوم فوسفيت اترسب على طول في البون. طريقه رائعه في صناعه البون، فكرت فيها ان الدم بيدخل البون سوبر ساتوريتد كالسيوم اند فوسفيت. طب مين اللي مانع انهم يترسبوا ويعملوا بون؟ البايروفوسفيت. فالاوستيو بلاس بذكائها تروح عامله له انهيبيشن، فالكالسيوم والفوسفيت والمحلول اوفر ساتوريتد يترسبوا في البون يقوي البون. حاجه ثانيه جميله، اي ديد تيشو في جسمنا نسيج مات، طب هنشيله ازاي؟ في نسيج جوه ميت؟ لا، بيتم تحنيطه جوه الجسم. النسيج لما بيموت خلاص بينهبت البايروفوسفيت، فسائل الدم اللي واصل له خلاص عمل انهبيشن بايروفوسفيت، الكالسيوم والفوسفيت اللي فيه هو سوبر ساتوريتد تترسب في الديد تيشو، فالديد تيشو يتكلس، يعني كانه الحته اللي ماتت بدل ما تقعد سوفت كده وتطلع توكسينز بنحنطها، بنحط فيها كالسيوم والفوسفيت بنحنطها. ازاي؟ بان في الديد تيشو بينهبت البايروفوسفيت. This is انت فهمت ليه ربنا خلى سوائل الجسم سوبر ساتوريتد ويز كالسيوم اند فوسفيت. يبقى مهمه في شقين بناء العظم ان يدخل السائل سوبر ساتوريتد ويز كالسيوم فوسفيت، الاوستيوبلاست روح موقفه البايروفوسفيت يترسب الكالسيوم والفوسفيت يبني البونز. دي التيشو، طب هنعمل ايه؟ مش عاوزين نطلع توكسين، نكلسه نحنطه، يوقف البايروفوسفيت يترسب كالسيوم فوسفيت، يبقى اتحنط. شيء رائع لما تفكر فيها. طيب نيجي بقى لموضوع هذه المحاضرة وهو الأهم، كالسيوم، ما قلناش فوسفورس لأن هو ده المهم، كالسيوم هوميوستيزيس، يعني تثبيت الكالسيوم في الجسم، خلاص، أو مش في الجسم، وعشان نبقى نقولها بالظبط، تثبيت المسكن. قلنا ما هو المسكن بتاع الخلايا؟ السمكة بتعيش في الماء، الخلايا بتعيش في الاكسترسيلولار فلويد. فما اقول انا عاوز اعمل هوميوستيزيس، انا عاوز اثبت حاجة في الاكسترسيلولار فلويد لان ده مسكن الخلايا، عاوزين نثبت الكالسيوم في الاكسترسيلولار فلويد. ما بين قلنا بيبقى في السيرم كام؟ فاكر الرقم؟ من 9 ل 11. فعندي تو ميكانيزم يا اولاد، في عندي حاجة رابيد ميكانيزم وفي سلو ميكانيزم، هنقولهم في عجاله بعد نشرحهم تفصيليا الاول، بس نحط الخريطه بتاعتنا. ان احنا قلنا البون معظم الكالسيوم موجود في البون، 1% بس من الكالسيوم اللي في البون بيبقى ريديلي اتشينجبل، قابل للتبادل، لابايل يعني متحرك. فده لو نقص كالسيوم في البلاد immediately 1% بس، 1% بس من الكالسيوم اللي في البون اللي هو readily changeable، يسموه amorphous، ملوش شكل، يعني مش في شكل كريستالات يعني لا، ومورفولوجي عن شكل. amorphous هي نفس كلمة labile متحرك، هي نفس كلمة readily change. ده كام في المية من الكالسيوم اللي في البون؟ 1%. طب هل في مصدر تاني readily changeable for calcium؟ في مصدر اخر اللي هو الكالسيوم الموجود في الميتوكوندريا بتاعت الليفر والانتستين. يبقى الرابيد ميكانيزم مصدره حاجتين،
كالسيوم جاي من البون، مش كالسيوم بتاع البون، 1% بس من الكالسيوم في البون، اللي هو ليه ثلاث اسماء، ريدلي اكشينجبل، لابايل او امورفس ملوش شكل، والكالسيوم اللي جاي من الميتوكوندريا بتاعت ليفر والانتستين. نيجي للسلو ميكانيزم، ده هرمونال، ونحن نعلم ان ربنا حاطط كل حاجه على ميزان، ففي هرمونات تزود الكالسيوم في السيرم وفي هرمونات تنقص الكالسيوم. مين بقى يزود الكالسيوم؟ الباراثورمون اللي بيطلع من التشيف سيلز، الخلايا الاساسيه بتاعت الباراثايرويد جلاند، وابنه بقول وولده اللي هو الاكتيف فورم اوف فيتامين دي 3 اللي اسمه 125، هنشرحه دلوقتي حالا، داي هيدروكسي كوليكالسيفرون، 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفرون، دول وظيفتهم يزودوا الكالسيوم. طب لازم ربنا حاطط كل حاجه على ميزان، مش معقول كله يزود، لازم في حد ينقص، اللي هو الكالسيتونين خدناه من الثايرويد، كان بيطلع من البارافوليكولار سيلز اوف ثايرويد اللي جنب الفوليكل، بارافوليكولار كانوا بيسموها سي سيلز اللي هي كلير سيلز، وزمان كانوا يسموه ثايروكالسيتونين، لان اول ما عرفوا انه طالع من الـ من الـ من الثايرويد فرحوا قوي، اكتشفوه بالمصادفه انه طالع من الثايرويد، كانوا اساسا بيدوروا على الباراثايرويد باراثورمون. طبعا دلوقتي كل الناس عارفه انه طالع من الثايرويد، فتغير الاسم من ثايروكالسيتونين، ما حدش بيستخدم الاسم ده دلوقتي، اللي قديم قوي بيقولوا كالسيتونين. وقلت كالسيتونين، كالسي يعني كالسيوم، وتونين يعني يضعف بمعنى يقلل الكالسيوم. دول الثلاث هرمونات، دي الفكره العامه قبل ما نبتدي القصه بتاعتنا. لسه برضو في مقدمه صغيره قبل ما ابتدي الجزء المهم في المحاضره، ان عاوز احكي لكم عن فيتامين دي 3. خلاص، فيتامين دي 3 الاكتيف فورم اسمه كالسيترول، وده اول واحد فكر فيه واحد اسمه ماكولم في 1922، انه لاحظ حاجه جميله جدا، انه كان الكلاب اللي عندها هشاشه في العظم ريكتس، لما بيديها كود ليفر اويل، خلاص الزيت بتاع السمك اللي هو طالع من السمك يعني، غني جدا في فيتامين دي، فلقى ان الحاله بتتحسن، ودي كانت قصه اكتشاف فيتامين دي، وسماه فيتامين دي. ليه بقى؟ لان حرف الدي ده رابع حرف في الحروف الابجديه، كان ده رابع فيتامين يكتشف سنه 1922. جه بعدي واحد اهم منه اسمه ادولف ويندوز في سنه 1928، عرف العلاقه بين فيتامين دي والكالسيوم وازاي بيقوي العظم، وحاز في سنه 1928 اللي هو الراجل اللي اسمه ادولف ويندوز يمكن تبقى نطقها كده، حاز جائزه نوبل في فيتامين دي. ده عشان تعرف حاجه مش سهله، في 1928 الراجل اللي اسمه ادولف حاز جائزه نوبل، فهم ازاي فيتامين دي ده مهم جدا، دي 3 في تقويه العظم. طبعا احنا بنقول ليه فيتامين دي 3؟ لانه اكشلي حوالي خمسه او يمكن اكتر من فيتامين دي، اهمهم فيتامين دي 3 ده الاكثر اهميه، اللي هندرسه ده ستيرويد على فكره. تعال احكي لك في عجاله، وانا عارف انك عارف في البايو قصه تكوينه، بس انا بقولها بطريقه معينه. قلت لاهميه فيتامين دي في تكوين العظم، فربنا خلانا لا نعتمد عليه في الفود اساسا، انما ده بيتعمل البدايه بتاعته في الجلد بالالترا فايلت ريز اللي هي ما بين الساعه 10 للساعه 4، من مركب سابق اسمه 7 دي هيدرو كوليسترول. انا بدك تركز هنا، 7 دي هيدرو كوليسترول. الكوليسترول مش ماده سيئه السمعه بتعمل تصلب شرايين، كل الاستيرويدز في جسمك بيتعملوا من الكوليسترول، يعني الكوليسترول وظيفته الاساسيه مش يعمل لك تصلب شرايين، كل الاستيرويد كومباوندز بيتعملوا من الكوليسترول. فال7 دي هيدرو كوليسترول بالالترا فايلت في الجلد اللي هي ما بين الساعه 10 و4 الظهر يتحول الى كوليكالسيفرون اللي هو رمزه سي سي اللي هو الان اكتيف فيتامين دي 3. اما ليه سموه كوليكالسيفرون؟ ساعدني انت بقى. كولي لانه معمول من كوليسترول، كالسيفرون لانه بيأثر في الكالسيوم، بس ده ان اكتيف. عشان نعمل له اكتيفيشن لازم نحط له 2 هيدروكسيل جروب،
عشان يبقى أكتف. أول واحدة بتتحط أوتوماتيكالي في الليفر، يعني في الليفر لما يدخل الليفر بيتحول إلى 25 هيدروكسي كوليكالسيفر دي لوحدها. تاني واحدة بتتحط في الكيدني. فيتامين دي بقولها بغبائه، لو سبناه براحته كان هياخد تاني واحدة بالترتيب، دي في ذرة 25 كان هياخد التانية في ذرة 24 وكان هيبقى اسمه 24 25، هو اتنين ورا بعض 24 25، داي هيدروكسي كوليكالسيفر، وكان بقى فيسيولوجيكال ان اكتف ولا ليه اي قيمة. بيجي بقى الباراثرومون يقول له تعالى هنا يا ولد، ما تاخدش الهيدروكسيل جروب بالترتيب، خدها عند كاربون اتوم نمبر 1 كده هتبقى فيسيولوجيكالي هاي اكتف، هيبقى ليك نفع. طب ازاي باراثرومون قالها له؟ هو الباراثرومون ده بيتكلم؟ لا، عن طريق انه عمل اكتيفيشن لل1 الفا هيدروكسيليز انزيم في الكيدني، يبقى عمل اكتيفيشن لل1 الفا هيدروكسيليز فخلاه ياخد هيدروكسيل جروب عند كاربون 1. عشان كده قلت الجمله المشهوره، كنا واحنا اطفال يقول ايه، لو عندنا اغنيه كده في عيد الام نقول لولاك يا امي ما كان ميلادي، فانا بستعير نفس الاغنيه دي وبستخدمها وبقول لولا الباراثرمون ما كان ميلاد ال 125، عشان كده اعتبرته ولده هو اللي عامله، لو ما فيش باراثرمون مش هتعمل 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفر اللي هو الكالسيترول. امال مين اللي هيتكون عندك؟ كان هيتكون مركب الايد اكتف، كان هياخدهم بغباوته بالترتيب 24 وراها 25 داي هيدروكسي كولي كالسيفر. تمام، عشان كده برضو احب انبه الاطباء لحاجه مهمه جدا، نفهم ليه الخلل، الناس اللي عندها فشل كلوي بيبقى عندها مشاكل رهيبه في العظم. تصور بنسال الاسئله دي والطالب او الدكتور يبقى قاعد زي قبلك كده، ليه؟ لان الاكتف فورم اوف فيتامين دي اللي مهم لبناء العظم بيتعمل في الكدني، فلو الكدني بايظه مفيش هذا الاكتف فورم. طب وعلى هذا الاساس عاوز اقول لك حاجه برضه، شوف مين يفتكرها في الكدني، هل الكدني نعتبرها اندوكراينال جلان؟ طبعا لعديد من الاسباب، ده كان في سنه اولى بتطلع الاريثروبيوتين اللي بيعمل ار بي سيز، عشان كده الناس اللي عندها مشاكل في الكلى عندها انيميا، وادي تاني هرمون بيطلع من الكدني اللي هو 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفر، عشان كده الناس اللي عندها مشاكل في الكليه عندها هشاشه في العظم. تبقى فاهم ايه العلاقه، ايه اللي بيخلي الكليه مبوظ يبقى عندي انيميا، مفيش اريثروبيوتين، العظم متبهدل مفيش 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفر. تاني يا اولاد، الحاجات المهمه بما يثبت انه وراء الخلق خالق، ربنا ما خليناش نعتمد عليها في الاكل. اديك اكزامبل تاني قلناه العام الماضي خدته في سنه اولى، فيتامين كي بتاع التجلط اساسا ما بنعتمدش عليه في الاكل، بيتعمل بالبكتيريا في الانتستين، بكتيريا فلورا، وده واحد من اهم الفيتامين، فيتامين دي 3 ده، فعشان كده لا نعتمد عليه في الاكل، اساسا بيتعمل بالالترا فايلت ريز في الجلد. ومع ذلك عاوز اقول لك حاجه، معلومه جميله للاطباء برضه، يبقى انا عشان اعمل فيتامين دي 3 كفايه المفروض اتعرض لالترا فايلت كفايه، دي ليها عيب خطير قلناها في الفيجن، ان دي بتعمل كانسر سكين اللي هو اكتر كانسر في الانسان، فقر المعلومات العامه هي، يعني مين الموست بريفيلنت كانسر اول اوفر ذا وورلد، وكتبت عنه مقاله، الكانسر سكين، فوق سن 60 واحد في كل 2 يجي لهم كانسر سكين بسبب الالترا فايلت. طب احنا دلوقتي بين قاب قوسين، يعني عاوز اتعرض على الالترا فايلت عشان اعمل فيتامين دي وخايف يجيني كانسر، دي معلومات فقره معلومات عامه. عشان كده المنظمات الصحه في العالم قالت ان في حاجه واحده بس تشتريها من الصيدليه اذا سبلمنت زائد الاكل بتاعك اللي هي فيتامين دي، ما تعتمدش عليه من الالترا فايلت، ما تعرضش جلدك للالترا فايلت، ما تعرضش روحك ان يجي لك كانسر سكين، روح اشتري اقراص خد فيتامين دي، ده ذا اونلي سبلمنت. يعني الناس اللي بتدخل الصيدليات وتقعد يجيب فيتامين زو مينرال زو معادن وحاجات زي كده وسنترم وضعف، كل ده تضيع فلوس، في 1 اليمنت بس هو اللي محتاجه بجانب الاكل، فود سبلمنت فيتامين دي 3. وفهمتك القصه ليه؟ عاوز ناس فاهمه طب مش حافظه طب.
يبقى تاني قصة فورميشن اوف فيتامين دي 3 لأهميته ربنا خلاه مش لا نعتمد عليه في الأكل، في الأكل قليل وملوش قيمة. في السبن دي هادو كوليسترول في الجلد بالألترا فايلت يتحول إلى كولي كالسيفرول. ليه سموه كولي كالسيفرول؟ كولي عشان معمول من الكوليسترول اللي هو بيتعمل منه كل الاسترويدز، وتبقى عارف ده سؤال ام اس كيو، ده تركيبه استرويدز. بس ده ينأكتف، عشان يبقى أكتف لازم تركب له كام حاجة؟ أركب له 2 هيدروكسيل جروب، واحدة بتركب في الكبد أوتوماتيكلي في الليفر عند كاربون أتوم نمبر 25، والتانية في الكدني لو سبته براحته بغبائه هيركبها بالترتيب في 24 ويبقى 24-25 داي هيدروكسي كوليكالسيفرول إنأكتف. مين اللي قال له يركبها فين في الحتة الصح؟ الباراثورمون. قال له لا ما تاخدهمش بالترتيب، خدها عند كاربون اتوم واحد. قالها له ازاي؟ انه نشط ال1 الفا هيدروكسيليز انزيم فخلاها تروح لكاربون اتوم نمبر 1، ففي الحاله دي يتحول الى 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفرول اللي هو الاكتيف فورم. فقلنا الجمله المهمه، كما لولاك يا امي ما كان ميلادي، لولا الباراثورمون ما كان ميلاد ال125 داي هيدروكسي كوليكالسيفرول، كان هيتولد 24-25 لواي. وفهمنا معلومة قيمة جدا، ان الكدني مسؤولة عن اهم فيتامين لبناء البون، وعليه مشاكل الكلية تؤدي الى مشاكل في العظم. بس تبقى فهمها طول عمرك. هاي بولات، نرجع بقى نروح رحلة كده، ندخل جوه البون وفرجك على حاجة اذا ما تفرجتش عليها عمرك ما انت فاهم القصة اللي بنقولها دي. كالسيوم هوميستيزيس، تعالى اخدك في رحلة داخل العظم، واحد من اهم الامراض دي هشاشة العظم. قلنا سبيشالي 7-12% من الفيميل فوق سن المونيبوز بيعانوا من هشاشة عظم رهيبة، وكل الناس كل ما بتكبر عندها هشاشة عظم. فتعال نفرج. ده انت دلوقتي احنا دخلنا جوه البون اهو، عندي تخيل البون، البون ده شايف الدايرة دي معمول من ممبرين، معمول من نوعين من الخلايا، معظمها أوستيوسايتس وعدد قليل من الخلايا الكبيرة دي أوستيوبلاس. يبقى يسموه ايه الممبرين ده؟ معمول من أوستيوسايتس ثم أوستيوسايتس ثم أوستيوسايتس ثم أوستيوبلاس، سموه أوستيوسيتيك ممبرين. خلاص؟ طيب جوه العظم الكالسيوم موجود في صورتين. صوره حكيت لك عنها 1% اهو امورفس، يعني ملوش شكل اهي، مورفولوجي يعني شكل، وايه يعني ملوش شكل، لابايل يعني متحرك، ريدلي اكستشينجبل، ده جاهز لو الكالسيوم قل في البلاد اهو يروح على طول الاوستيوبلاست والاوستيوسايتس تعمل لهم بامب في البلاد، ده اللي جاهز 1% بس هو اللي جاهز. بينما 99% موجود في صورة هيدروكسي أباتايت كريستالز، يعني بلورات في البون اهي، هيدروكسي أباتايت كريستالز تبقى عارفها دي كويس قوي، موجودة في قفص تقفيصة اهي معمولة من كولاجين فايبرز. ده المعظم، ده 99%، بس ده بقى not readily exchangeable، غير قابل للتبادل، not readily ممكن exchange but not readily مش جاهز، عشان كده يسموه stable عكس labile، stable ثابت. ده 99% من الكالسيوم في البون. طب الكريستال زي اهميتها ايه؟ ان هي اللي بتخلي البون يتحمل الكمبريشن الضغط، يبقى الكريستالز هي اللي بتخليه عنده كومبريشنال فورس. بينما الكولاجين فايبر التقفيصة دي، تخيل كولاجين خيوط كده، هي اللي بتخلي البون تنسايل يتحمل التنشن فليكسبل، يعني زي ما تمسك الريب الضلع ممكن تتنيه حاجة بسيطة كده ويفرد تاني، تتنيه حاجة بسيطة ويفرد، يبقى التنسايل فورس الفليكسبيليتي بتاعت البونز سببها الكولاجين فايبرز، انما كريستالز مسؤولة عن الكمبريشنال فورس. ده سؤال مسكيو، ده سؤال مسكيو. يبقى دي دلوقتي عرفت
نوعين العظم اللي في البون، ان العظم ده عباره عن ممبرين اسمه اوستيوسيتيك ممبرين، معمول من اوستيوسايتس 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 اوستيوبلاس، تمام. وعرفت ان جوه البون في نوعين من الكالسيوم، 1% مالوش شكل، امورفس متحرك لابايل ريدلي اكشينجبل، و99% في شكل بلورات كريستالز هيدروكسي ابيتايت كريستالز موجوده في كولاجين فايبر، دي ستيبل نوت ريدلي اكشينجبل، انما ممكن يستعدل 99%. ان الكريستال دي مسؤوله عن تحمل البون للضغط كومبريشنال فورس، اما الكولاجين عن تحمل البون للتنشن للشد كما في حاله الريبز والفلكسبيليتي بتاعتها. طب في كم نوع من الخلايا في البون؟ 3. اللي بيبني اسمه اوستيو بلاست، بلاست يعني يبني، اللي يكسر اسمه اوستيو كلاس. لما البلاست تخلص شغلها يعني تبني، تتحول لخلايا ليس اكتف اسمها اوستيوسايتس اللي هي معظم الممبرين. يبقى عندي 3 نوع من الخلايا اهم، هيبقى اوستيوسايتس دي الموست اباندنت، دي انرت سيلز ريلاتيفلي انرت، انما اللي بيبني هو الاوستيو بلاس واللي بيكسر هو الاوستيو كلاس. نتكلم على الخلايا، كل دي مقدمات حد ما نيجي الموضوع المهم. قلت دلوقتي الاتي، انك انت عاوز تحافظ على الكالسيوم في الدم ما بين 9 و11، ففي رابيد فيرست لاين يعني سريع بتجيبه مصدرين لسه قايله، انك تجيبه مين اللي جاهز، مين الكالسيوم اللي جاهز في البون، الامورفس اللابايل ريدلي اكشينجبل اللي هو 1%، ده يبقى بامبد بالبلاس والسايتس اللي هم الاوستيوسيتيك ممبرين، يعني يعملوا له بامب بامب. في وجود الباراثورمون البامب ده يزيد، كل كلمة مهمة الأوائل، يعني مش الباراثورمون هو اللي بيسبب ان الاوستيوبلاس اوستيوسايتس تعمل بامب، هما من غير باراثورمون بيعملوا بامب، الباراثورمون بيزود البامب. واقول لك حاجة جميلة قوي قوي للزملاء الأصغر سنة، من غير باراثورمون ممكن يرفع الكالسيوم ل7. أظن أنت بس اللي فاهم ليه 7، لأن تحت 7 بقت حاجة خطيرة جدا، ماني في ستتري ممكن الواحد يموت. فالحد 7 مش عاوزين هرمونز، غير باراثورمون الأوستيوبلاست والأوستيوسايتس يعملوا البامب، الباراثورمون يخليهم يزودوه من 7 للنورمال ليفل اللي هو 9. يبقى البامب بتاع البلاست والسايتس يحدث بدون باراثورمون، يزيد بوجود الباراثورمون. كل كلمة مهمة في الام اس كيو، يعملوا بامب لحد 7 بنفسهم من غير هرمونز، من 7 ل9 محتاجين الباراثورمون. عندهم ريسبتور للباراثورمون اوستيوبلاس، دي نقطة مهمة جدا في الام اس كيو، والاوستيوسايتس عندهم باراثورمون ريسبتور نمبر 1، يبقى نمبر 1 ده موجود في الاوستيوبلاس والاوستيوسايتس، لان الباراثورمون عنده 2 ريسبتور 1 و2. طيب ثالث، طيب ده قلنا، طب تاني مصدر بقى قلنا اللي قلناه في ممكن نجيبه من الميتوكوندريا بتاعت الانتستين او الليفر، يبقى ده الرابيد او الفيرست لاين. عندك مصدرين تزود فيهم الكالسيوم في الدم لموضوع ما فيهوش هزار بسرعه، يا اما من الامورفس بتاع البون، مين اللي هيعمله لك، مين اللي هيبامبد، الاوستيوسايتس اوستيوبلاس اللي هم الخلايا بتوع الاوستيوسيتيك ممبرين بتاع البون. تاني مصدر اللي هو الليفر ميتوكوندريا والانتستينال ميتوكوندريا. طب السكند لاين اللي هو سلو قلناه هرمونال، في تو هرمون يزودوا، ودلوقتي انت فاهم كويس قوي، الباراثورمون وولده، عمري ما غيرت التعبير، ابنه اللي هو ال 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفر، لان لولا الباراثورمون انت اللي فاهم ما كان ميلاد ال 125، كان مين اللي هيتولد؟ ال 24 25. طب يبقى دول يزودوا، لو الكالسيوم نقص يزودوه، مين يزودوا؟ الباراثورمون وال 125. طب ومين ينقص؟ كالستونين. قلت كالسيتونين كلمه من شقين، كالسي يعني كالسيوم، تونين يعني يضعف بمعنى يقلل، اللي هو بيطلع من الثايرويد جلاند. يبقى ده الصوره العامه. تعالى بقى نتفرج على الخلايا كل واحدة ازاي الاوستيوبلاست دي بتبني، اتفرج عليها. اولا هي بتبني الكولاجين بروحها، يبقى بتعمل الكولاجين التقفيصة دي. طب ازاي بتحط فيها الكالسيوم؟
قلت لك شيء رائع فهمتهولك. ان البلاد بيدخل البون وهو سوبر ساتوريتد ويز كالسيوم اند فوسفيت، مشبع جدا فوق نقطه تشبع كالسيوم وفوسفيت. مين اللي مانع ترسب الكالسيوم وفوسفيت؟ فاكر المركب كان اسمه ايه؟ كان اسمه المركب بايروفوسفيت. يبقى مين بيمنع ترسب الكالسيوم والفوسفيت؟ المركب اسمه بايروفوسفيت. طب ايه اللي تعمله بقى الاوستيوبلاست؟ تنهبت المركب ده، يبقى تطلع بايروفوسفيت انهبيتور، بايروفوسفيت انهبيتور يوقفه. فالكالسيوم والفوسفيت اللي موجودين في البلاد اللي دخل بون مفيش حاجه، هما سوبر ساتوريتد، السائل فوق نقطه تشبع بالكالسيوم والفوسفيت، لمنعهم البايروفوسفيت الاوستيوبلاست عملت انهبيشن البايروفوسفيت، يروح الكالسيوم والفوسفيت مترسبين في البون. دي واحده. طيب تاني واحده انها بتطلع انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز، اظن انت فاهم، لان الكالسيوم والفوسفيت ما بيدوبوش في الوسط الالكالاين. يبقى الاوستيوبلاست ازاي بتبني البون؟ بتحط التقفيصه، بتعمل ثانسز للكولاجين فايبر، ده التقفيصه. طب فين الكريستالز؟ بطريقتين. شيء رائع في تصوره ان يدخل الدم وهو سوبر ساتوريتد بالكالسيوم فوسفيت، اللي مانع برغم ان هو فوق درجه التشبع اللي مانعه يترسب البايروفوسفيت، هي توقف البايروفوسفيت، البايروفوسفيت انيبيتور يترسب وتخلي الوسط الكالاين، الكالاين فوسفاتيز. بعد ما تخلص البون بيلدينج تتحول لخليه ليس اكتف اسمها اوستيو سايتس. تمام. طيب مين يكسر البون بقى؟ تعال نشوف اللي يكسر البون. خليها تانية اوستيو كلاس. طب دي تكسرها زي الطريقة جميلة جدا، تكسر التقفيصة بانها تطلع بروتيوليتك انزيم، مش كولاجين ده بروتين، تطلع بروتيوليتك انزيمز يكسر التقفيصة. طب ومين يسيح الكالسيوم الوسط اسيديك؟ تطلع هيدروجين. يبقى التقفيصة بروتيوليتك انزيمز وهيدروجين اسيديك يدهو بالعظم يعمل بون ريزوربشن. مين اكتر هرمون بيأثر على الاوستيوكلاس يشغلها يخليها تهد البون؟ الباراثرمون. بس اسمع بقى سؤال مهم جدا في الام اس كيو، الاوستيوكلاس ما عندوش ريسبتور للباراثرمون. الله، طب ازاي يشتغل؟ مين اللي عنده ريسبتورز؟ اسئله مهمه قوي. قلنا الاوستيوبلاس والسايتس، فالباراثرمون يشغل البلاس، اهو بشاور معاك بالليزر، والبلاست هي تشغل الكلاس عن طريق حاجه اسمها انترلوكين 6، الانترنت بتاع الليوكوسايتس. واحد من اهم الاسئله في الكالسيوم واللي مش هيفهم معايا موضوع الكالسيوم عمره ما هو فاهمه. يبقى في ثلاث انواع من الخلايا في البون، البلاست والسايتس عندهم باراثرمون ريسبتور. طب مين اكتر الخلايا اللي بتتاثر؟ الاوستيوكلاس بتتاثر بالباراثرمون وما عندهاش ريسبتور. طب ازاي الباراثرمون ياثر على البلاس والبلاس عن طريق الانترلوكين 6 تاثر على الكلاس؟ دي نقطه مهمه جدا. نوع الريسبتور قلت اللي موجود هنا في البون على البلاس والسايتس باراثرمون ريسبتور نمبر 2. اولد تايم عاوز اقول لك حاجه جميله جدا، ان في حاجه اسمها بون ريموديلنج. مفيش حاجه دايناميك في جسمنا، يعني مش البون ده ثابت على طول، لا تملي احنا بنكسر شويه ونعمل جديد، نحب التجديد، نكسر ونعمل جديد، في بون ريموديلنج. صحيح بكميه ضئيله جدا، يعني اقل من 1% بيحصل له في الكومباكت بون ريموديلنج. بس عبر الايام والسنين بيتم تغيير البون. نمره 2 لما يتكسر العظم مين هيبني ومين يرجع يشكل يشيل الزياده؟ عشان كده في بلاس اند كلاس. يبقى all the time we have bone remodeling. مين اللي مسؤول عنه؟ البلاس يبني والكلاس تنحت. عارف زي الواحد اللي بيعمل تمثال يحط حته جبس وبعدين ينحتها، يبقى البلاس تبني والكلاس تنحت. لما يبقوا يا اولاد بعد كده خلصوا الشغل يتحولوا لخليه ثانيه اسمها اوستيوسايتس، البلاست تتحول لاوستيوسايتس اسف اللي هي الموست اباندنت لما تخلص بنا، ودي ريلاتيفلي انر سيلز. انما وظيفتها ايه؟ قول وظيفتها كانت بتساهم في الكالسيوم بامب، مش معناها ربنا عاملها كده منظر. كالسيوم تعمل كالسيوم بامب مع البلاست، وتاني حاجه بتكنترول البلاست اند كلاس.
to control بلس and كلاس. دي كانت مقدمة فيسيولوجية هامة جدا لا يمكن تفهم موضوع البول من غير ما تعرفها. هقولها تاني في عجالة. أنا عارف إنك ممكن تعيد الفيديو. البون له ممبرين معمول من خليتين بطريقتي أوستيوسايتس 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 وأوستيوبلاس، عشان كده سموه أوستيوسيتيك ممبرين مش أوستيوبلاستيك. البون بداخله نوعان من الكالسيوم، نوع لا شكل له، أمورفس لابايل قابل للتحرك ريدلي اتشينجبل، تمام؟ ده 1% ده ريدلي اتشينجبل. ونوع موجود في شو صورة هيدروكسي أبيتايت كريستالز، موجود في تحفيز اسمها كولاجين فايبرز. قلت ان الكولاجين مسؤول عن التنسايل فورس، اما الكريستال مسؤول عن الكمبريشنال فورس اوف بونز. ده يمثل 99% ده ستيبل ستيبل نوت ريلي اكشينجبل، تمام؟ قلت ان البون في ثلاث انواع من الخلايا اللي بيبني أوستيوبلاست. تبني ازاي؟ بتبني الكولاجين وتعمل حاجتين عشان تبني، ان بيدخل السائل سوبر ساتوريتد، اهي السائل بيدخل سوبر ساتوريتد كالسيوم انفوسفيت. مين اللي مانع ترسيبه؟ البايروفوسفيت، فتطلع بايروفوسفيت انيبيتور، فيبتدي الكالسيوم والفوسفيت ترسب. واسمع معايا بقى الحته دي جماليه جدا، اول ما يترسب يبقى شكله امورفس اللي هو 1%، وبعدين اللي هي الشوائب دي تتجمع وتعمل الكريستالز زي بالظبط طريقه بناء الشعب المرجانيه. يعني الاول عوالق الامورفس ده، يعني اول ما يترسب الكالسيوم فوسفيت تترسب العوالق، ده الامورفس اللي هي 1%، وبعدين تتجمع مع بعض تعمل الكريستالز، كانك بالظبط بتبني شعب مرجانيه. شيء جميل لما الواحد يفهمها. وعشان تخليه يترسب اكتر تخلي الوسط الكلاين، لانه ما بيدوبش في الوسط الكلاين، فتطلع الكلاين فوسفاتيز. ده اللي بتبني. وانس خلاص البنى تتحول لاوستيوسايتس ليس اكتف اللي هي المور اباندنت سيلز في الاوستيوسيتيك ممبرين. طب مين ينحت؟ الاوستيوكلاست. خلاص ازاي؟ بطريقتين، بروتوليتيك انزيمز تقطع التقفيصه وتطلع هيدروجين اين يسيح يعمل بون ريزوربشن. ده اللي بينحت. طب الاثنين مع بعض بيشتغلوا بيعملوا لنا بون ريموديلنج. البون ده حاجه دايناميك بيعاد تشكيله، مش حاجه ثابته في جسمك، وخاصه لما يحصل يعني كسر في العظم ونيد قوي البون، ومن غير كسر خالص في بون ريموديلنج شغال على طول. البلاس والكلاس، البلاس بعد ما تخلص شغلها بتتحول الى سايتس. ايه وظيفه السايتس؟ هي الموست اباندنت في الام اس كيو، هي بتعمل كالسيوم بامب اول ذا تايم عشان تحتفظ بالكالسيوم في البلاد ثابت. وبعدين قلنا انها بتكنترول البلاس، مش هي الاكتر بتكنترول البلاس والكلاس. دي المعلومات تبقى عارفها كويس قوي. طيب في عجاله تاني بقى، كيف ممكن تنظيم الكالسيوم؟ قلنا في رابيد اللي هو فيرست لاين جاي من الامورفس اللابايل اللي هو ريدي اكشينج ب 1%، وتاني مصدر الميتوكوندريا بتاعت الليفر والانتستين. سكند لاين هرمونال، تو هرمونز بيزودوا الباراثورمون وولده ال 125 داي هيدروكسي كوليكال صفر، وفاهم ليه بقول ولده، والكالستونين ينقص. الريسبتور بتاعت الباراثورمون موجوده على البلاس والسايتس، اسمها باراثورمون ريسبتور نمبر 1. واحد من اهم الاسئله، الباراثورمون تاثيره على الكلاس اقوى برغم ان ما عندوش ريسبتورز. طب ازاي؟ ادي الميكانيزم. الباراثورمون عنده ريسبتور على البلاس ياثر عليها، والبلاس عن طريق انترلوكين 6 اثر في الكلاس. كده ممكن تفهم الموضوع. تقل بقى لل ثلاث هرمونات السلو ميكانيزم. في 3 هرمونز نقولهم ونقفل، هما اللي بيتحكموا في الكالسيوم عندك. اول واحد اسمه باراثورمون. معلومة الأولى، بيطلع من الشيف سيلز اوف باراثيرويد جلاند. خلاص انت عارف الباراثيرويد جلاند دي حجمها قد ايه؟ عارف حجمها قد ايه؟ قد الرزة. في كل الثدييات عندنا 4 رزات، 4 باراثيرويد جلاندز موجودين على ظهر الغدة الدرقية الثيرويد جلاند. ده مكانها الغدة الجار درقية على ظهر الغدة الدرقية، 4 رزات في الماميلز، 4
طبعا في الحيوانات الاخرى بس مش هتكلم عليها، الاشكال مختلفة. في فقر المعلومات العامة، اول ما اكتشف الباراثورمون اكتشف في وحيد القرن الهندي مش في الانسان، كان في سنة 1852 اكتشفوا راجل اسمه ريتشارد اون. ريتشارد اون في 1852 اكتشف الباراثيرويد جلاند والباراثورمون في وحيد القرن الهندي. تمام؟ عد بقى معايا المعلومات. طالع منين الباراثورمون؟ تشيف سيلز اوف باراثيرويد. وبقولها بطريقه لطيفه، الباراثيرويد جلاند ما بتطلعش غير هرمون واحد معروف اللي هو الباراثورمون، فطبيعي لطالب ذكي انه يطلع من التشيف سيلز الخلايا الاساسيه. اذا ما كانتش الخلايا الاساسيه التشيف سيلز هي اللي بتطلع الهرمون الوحيد اللي بتطلعه الباراثيرويد، امال مع الاعتذار هتهب بايه؟ دي اول معلومه. تاني معلومه، ان تركيبه بولي بيبتايد وانت عارفها لان قلت الغدد اللي بحرف البي، تجمعات رائعه لعبد الله. باراثيرويد، بيتيوتري، بانكرياس، كل الهرمونات بتاعتهم يا بروتين يا بولي بيبتايد بحرف البي. فدي بولي بيبتايد 84 امينو اسيد ملهاش قيمه. وفيهم على فكره في المجموعه دي، في ال 84 دي في 32 امينو اسيد بس اللي هم في التيرمينال ام، هم اللي افكتيف، هم اللي بيشتغلوا مع ريسبتور. يعني مش كل ال 84 اكتيف، عدد قليل منهم. طيب مش كل دول. نيجي بعد كده يا اولاد المعلومه الثالثه والرابعه نقولهم مع كده. الثالثه اللي هي الفانكشن، والرابعه هي هنقولها الكنترول. يبقى وخد بالك، يعني اعيد تاني يا اولاد، اهم حاجه في الاندوكراين ريبرودكشن هو الاكشن والكنترول اوف هرمونز. الاكشن والكنترول اوف هرمونز. قلت انه يبقى اول معلومه ان الباراثورمون بيطلع من التشيف سيلز. تاني معلومه، بولي بيبتايد 84 امينو اسيدز الاكتف فيهم هم 34 بس في الان تيرمينال. انا اسف كنت قلتها 32، لا هم 84 امينو اسيد الاكتف منهم 34 في الان تيرمينال. نيجي النقطه الثالثه، كنترول. قول لي وظيفه الباراثورمون في كلمه. يعني انا قاعد مش عاوز ارغي كتير، عاوز تقول لي الباراثورمون ربنا خلقه ليه؟ اهي الكلمه، كالسيوم رايزنج هرمون، بيرفع الكالسيوم. ازاي؟ اشتغل على ثلاث حتت. احب الطالب الذكي، تعال نفكر بدل ما نقرا مع بعض، تعال نفكر. هو عشان يزود الكالسيوم لازم يشتغل على ثلاث حتت. واحد قال لي ليه؟ لان في الاول في انا عاوز ازود اي بضاعه في السوق، اعمل ايه؟ ازود الوارد نمره واحد، واقلل الصادر عشان عاوزها تزيد في السوق، ما اصدرش، ازود الوارد وانقص الصادر. ازود الوارد يبقى لازم يشتغل على الانتست، يعمل ابزوربشن. حلو كده؟ طب وقلل الصادر يبقى 100% الطالب ذكي لازم يشتغل على الكدني، يعمل ري ابزوربشن عشان ما ينزلش الكالسيوم في البول. طب والثالثه جت منين؟ احنا قلنا يا اولاد 99% من الكالسيوم موجود في مخازن اسمها البون في صورتين امورفس وكريستالز، يبقى لازم يشتغل على البونز. طب ازاي يزود الكالسيوم من البون؟ هيعمل ريزوربشن، يسيح البون، ريزوربشن. يبقى فهمت ازاي بنجيب المعلومات؟ لما يقول لي الباراثورمون في كلمه بيزود الكالسيوم في الدم. طب حلو خالص، بيزود الكالسيوم في الدم. يبقى يشتغل على ايه؟ انا مش مذاكر بس بفكر. عاوز ازود حاجه في البلد، الفسيولوجي كمال الحياه، يبقى ازود الوارد، يبقى اروح للانتستين ازود الابزوربشن، ده الوارد، وانقص الصادر، اروح للكيدني اقول لها ما تفقديش كالسيوم في البول، يبقى اعمل ري ابزوربشن. طب والمخازن، اكبر مخازن للكالسيوم في الجسم لو نسيتها تبقى كارثه، لو اتكلمت على وارد وصادر بس، روح للبونز يعمل ايه؟ ريزوربشن، يعني يسيح البون، ياخد الاكشينج وياخد الكريستالز، عشان كده سموه ريزوربشن. انا حفظتها الاجابه بطريقه جميله قوي قوي، عمرك ما تنساها. ان الثلاث كلمات فيهم سجع، يو نيفر فورجيت ذا ريست اوف يور لايف. يبقى الاكشن والباراثورمون في كلمه، كالسيوم رايزنج بيعلي الكالسيوم في الدم، في ثلاث كلمات، على البون ريزوربشن، على الكيدني ري ابزوربشن، على الانتستين ابزوربشن. ايه رايك؟ حلوه في التذكر.
resorption, reabsorption, and absorption. Resorption, reabsorption, and absorption. نيجي للتفصيلات. ادخل على البون بقى اللي فاهم اللي شرحته. البون الكالسيوم موجود في صورتين. صورة جاهزة amorphous readily exchangeable labile 1%. وصورة stable crystals hydroxyapatite crystals. فيبقى لو قلت لك الاكشن على البون فيه جزء رابيد وجزء سلو انت اشرحها لي. الرابيد هيعمل يبقى الامورفس الريدلي اكشينجبل اللابايل اللي هم 1% يزود الكالسيوم بامب اللي بيعمله الاوستيوبلاست اند اوستيوسايتس. انا ما قلتش عمل كالسيوم بامب نورمالي البلاست والسايتس من غير باراثرمون بيعملوا بامب حد 7 حد ليفل خطير. الباراثرمون يزودوا من 7 إلى 9 يزود الكالسيوم بامب ده الرابيد. بس بقولها بصوره تمثيليه شويه. طب كده خد 1% 1% ده في 99 في صور البلورات. فبقول انه الباراثرمون عينه على كريستالز بس الكريستالز دي محبوسة في كولاجين. مين يقدر يطلع الكريستالز من الكولاجين الكلاس؟ يبقى 3 سي اهو عينه على الكريستالز اللي في الكولاجين اللي يطلعها الكلاس. بس ما عندوش ريسبتور على الكلاس. حلل انت الاشكال ده. مش قادر يشتغل على الكلاس اللي فيش ريسبتور. عارفين انتوا الحل؟ يشتغل على البلاست والبلاست عن طريق انترلوكين 6 تشغل الكلاس تاكتيفيت الكلاس. ده الاكشن على البون. تقل الاكشن على الكيدني يا ولاد. نيجي على الكيدني. فاهم قوي الباراثرمون ده وعاوز يزود الكالسيوم. قلنا المعلومات الرائعة ان كل الهرمونز بتشتغل فين؟ على البروكسيمال ولا على الديستال بارت اوف ذا نيفرون؟ فاكرينها؟ كنت قلت كل الهرمونز تعمل فاينل ادجستمنت اوف يورين. يبقى كلها تشتغل على الديستال. الفاينل في الفاينل على اخر حتة في النيفرون. يبقى هيروح على الديستال بارت اوف ذا نيفرون يزود الكالسيوم ري ابزوربشن اهو. إلا إذا فاكر الإكسيبشن كنا قلناه. إلا إذا كان الموضوع متعلق بالفوسفيت لازم اللي يشتغل على الفوسفيت يشتغل على البروكسيمال. قلتها لك ليه؟ فهو على البروكسيمال بيمنع الفوسفيت أبزوربشن يعني بيزود الفوسفيت إكسكريشن. وفهمتها ليه؟ بطريقة جميلة. الميتابوليزم بتاع الأولاد بينتج أسيدز ولا ألكالي؟ فكر فيها. ميتابوليزم لا ينتج غير احماض. ينتج نوعين من الاحماض. في فولاتايل زي الكربونيك اسيد نخلص منه عن طريق اللانجز. وفي فيكسيد ينزل في اليورين بس كده يحرق الكدني الا اذا حطينا عليها فوسفيت بافر. طب نحط البافر كل الجسم بيطلع اسيد الفيكسيد اسيد كلها دخلت الكليه عشان تبقى اكسكريتد بس هتحرق الكليه اللي اذا حطيت عليها فوسفيت بافر. تحطه من الاول ولا استنى ما الكليه تتحرق وتحطه في الاخر؟ فكر معايا حطه في الاول. عشان كده اي هرمون متعلق بالفوسفيت لازم يشتغل على البروكسيمال البي مع البي. حتى لقيت زميل فاضل مره لخبطهم قلت ده ما فيش في مخه في السيولوجي وكاتبهم في كتاب خطا والكتاب عندي بس ما لا اذيع سر اني مش عاوز اسيء لحد. مش 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 متابع القصه. يبقى لازم يزود الكالسيوم ري ابزوربشن. ده كل الهرمونات بتشتغل على الديستال فاينل ادجستمنت في الديستال. طب ما ممكن نزود الكالسيوم بطريقه تانية. ان احنا حاصل ضرب الكالسيوم في الفوسفيت يساوي ثابت فانا ممكن ازود كالسيوم بانقاص الفوسفورس ارمي فوسفورس فالفوسفورس يقل في الدم فالكالسيوم يزيد. وعلى فكره هو ما عملش كده بس عشان الكالسيوم يزيد. دي نمره 2 هو رمى فوسفورس في البروكسيمال كبافر كبافر. افهم يعني هنا بنضرب عصفورين بحجر واحد نرمي الفوسفيت في البروكسيمال نبافر الفيكسيد اسيد اللي داخل. ولما نرمي الفوسفيت كميته في الدم تقل يبقى اندايركتلي هيزيد الكالسيوم. يبقى زودنا الكالسيوم دايركتلي بان زودنا الكالسيوم ري ابزوربشن في الديستال كونفليكتيبيول. واندايركتلي من لما رمينا الفوسفيت والفوسفيت قل في الدم
الكالسيوم زاد لان حاصل ضربهم يساوي ثابت. ما بيزودش بس الكالسيوم ريابزوربش، انتوا بس اللي فاهمين، بيزود كمان المغنيسيوم ريابزوربش. عارف ليه؟ لان المغنيسيوم شقيق الكالسيوم، عنده هاف بوتنسي اوف كالسيوم، نفس فعاليه الكالسيوم بس نصف المقدره. فلطيف ان هو يزود المغنيسيوم ريابزوربش، ويبقى وظيفه لو نسيتها هتاخد صفر. لولا الباراثورمون ما كان ميلاد ال 125. انه فيل الكدني بينشط الباراثورمون ال1 الفا هيدروكسيليز انزيم عشان يصنع الاكتيف فورم اوف فيتامين دي 3 اللي هو 125 داي هيدروكسي كولي كالسيفرول. يبقى في الكدني عمل الاتي، زود الكالسيوم ريابزوربشن نمره 1 في الديستال لان كل الهرمونات بتشتغل على الديستال. ممكن يزوده تاني اندايركتلي، تاني اكشن، بانه نقص الفوسفيت، بس يرمي الفوسفيت فين؟ بذكاء. الفوسفيت ده بافر، يرميه في الاول عشان الاسيدز اللي بيحصل لها الفيكسد اسيد اللي جايه تحصل لها بافر. يبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد، نقصنا الفوسفور عشان الكالسيوم زاد، ده الحجر ده الهدف الثاني، وعملنا بافرنج للفيكسد اسيد. نمره ثلاثه، المغنيسيوم زاد الكالسيوم، طب ما نزود المغنيسيوم كمان، بيزود المغنيسيوم يابزوربشن. نمره اربعه، يعمل الاكتيف فورم اوف فيتامين دي 3 اللي هو ال 125 داي هيدروكسي كولي كالسيوم. طب نيجي على الانتستين، بيعمل ابزوربشن. اكشن باراثورمون ما يقدرش يعمل ابزوربشن من تيست، فالاكشن ده اندايركت اللي بيعمله له ابنه فيا اكتيفيشن اوف 125 داي هيدروكسي كولي كالسيوم. احنا قلنا لولا الباراثورمون ما كان ميلاد ال 125، كان هيتولد 24 25. فكون الباراثورمون بيعمل 125، وال 125 ده اهم ملعب ليه، انه في الانتستين بيزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم كلهم، كل المينرالز كالسيوم فوسفورس ومغنيسيوم. حتى بيزود الكالسيوم ازاي؟ اقول لك فيتامين دي تركيبه ايه، ركز معايا، ستيرويدز معمول من كوليسترول. قلنا كل الاستيرويدز بحرف الاس بتشتغل بالثنسيس، وعشان كده الاكشن سلو بحرف الاس، فبتعمل ثنسيس لبروتين بيمسك الكالسيوم. يسموه ايه البروتين اللي بيمسك الكالسيوم؟ كال يعني كالسيوم، بايند يعني يمسك، بايندين. يبقى كان الباراثورمون مش بنفسه زود الكالسيوم ابزوربشن في الانتست، ده بعت ابنه اللي هو عامله ال 125 وقال له روح هات لي كالسيوم الانتست. يبقى اندايركت اكشن فيا اكتيفيشن 125 داي هيدروكسي كولي كالسيوم. قلت اهم حاجه الاكشن والكنترول اوف هرمونز في الاندوكراين، ده الاكشن. يبقى في كلمه بيعمل كالسيوم رايزنج الباراثورمون. طب يشتغل فين؟ فكرنا بذكاء، يزود الوارد، يبقى على الانتستين يعمل ابزوربشن، اكيد يمنع الاكسكريشن يبقى يعمل ري ابزوربشن، وعلى البون يخرج الكالسيوم بنوعيه اللي جاهز الرابيد الامورفس واللي في ستيبل اللي هو ده سلو اكشن الكريستلز. يبقى ريزوربشن، حتى قلنا جمله جميله، ريزوربشن ري ابزوربشن اند ابزوربشن، لن تنسى. واللي فاهم فيسيولوجي تمام، الشرح سهل جدا، في البون في امورفس جاهز يبقى ده الرابيد اكشن، زود الكالسيوم بامب بالبلاستوسايتس، لكن عينه على البلورات كريستلز اللي محبوسه في كولاجين. مين يقدر يطلع الكريستلز من الكولاجين كلاس؟ بس ما عندوش ريسبتور على الكلاس. فاهم الحل؟ يشغل البلاس اللي عنده فيها ريسبتور وهو يبعت انترلوكين 6. ده الاكشن على البون، الاكشن على الكدني. زود الكالسيوم ريابزوربشن في الديستال، وانت فاهم ليه ديستال، كلهم بيشتغلوا على الديستال بارت فاينل ادجستمنت دايركتلي. وممكن يزود الكالسيوم بطريقه تاني اندايركتلي، ويضرب عصفورين بحجر واحد، يرمي الفوسفيت، فالفوسفيت في الدم يقل فالكالسيوم يزيد. طب يرميه فين؟ قلت اي حاجه في الفوسفيت بحرف البي في البروكسيمال، لانه الوظيفه الاساسيه انه ان هو بفر، بيبفر الفيكس الاسيد، يبقى لازم في الاول. نمره ثلاثه، يزود المغنيسيوم لانه هاف بوتنس اوف كالسيوم. اهم واحده نمره اربعه، بياكتيفيت ال 125 داي هيدروكسي كولي كالسيوم. طب الابزوربشن اندايركتلي عن طريق ابنه اللي هو فيتامين دي. طب الكنترول ايه اهم حاجه؟ هو كالسيوم رايزنج. يبقى امتى يطلع؟ لما الكالسيوم يقل خلاص، او
اذا زياده الفوسفات ادت لنقص الكالسيوم. يعني هو مش بيطلع بزياده الفوسفات، لو زياده الفوسفات ادت لنقص الكالسيوم. هتقولي عشان في زملاء يحبوا في الشرح يقول لك اه بيطلع بنقص الكالسيوم او زياده الفوسفات. لا، لو زياده الفوسفات ادت لنقص الكالسيوم، يعني ممكن الفوسفات يزيد مع زياده الكالسيوم، انتوا بس اللي فاهمين في حالات الاسيدوزس. طب واحد يقول لي مش عرفنا هنا ان الكالسيوم هو المهم، هقول لك تجربه ما تقولها لهمش. جابوا الباراثيرويد جلاند في عجاله كده ومرروا فيها فلويد فيه كالسيوم بس، لقوا ان نقص الكالسيوم بيستيميليت الباراثرمون، زياده الكالسيوم تنهيبت الباراثرمون، لان هو وظيفته يزود الكالسيوم، لو الكالسيوم ناقص يطلع عشان نزوده، انما الكالسيوم زايد ما يطلعش. عملوا نفس التجربه، جابوا الباراثيرويد جلاند وفوتوا فيها فلويد ما فيهوش غير فوسفورس، فوسفورس بس، لقوها ولا هي هنا، ما بتتاثرش بتاثر الفوسفورس. يبقى اذا تاثير الفوسفورس اندايركتلي عن طريق الكالسيوم ده، بس عشان الزملاء الاصغر سنا يبقوا فاهمين. طب تالت اين، هي عارفه ان مين شقيق الكالسيوم في الاكساتابيلتي المغنيسيوم، يبقى تطلع على ورقه المغنيسيوم ناقص، ما بتزود المغنيسيوم ما بيطلبش. رابع حاجه قلناها يا اولاد البيتا ادرينرجيك ريسبتورز، ما انا قلت البي بي بيتا فاكرها، انهيبي بي بيتري بتنهيبت كل حاجه في الجسم عدا ثلاثه، هارت واللي جايه بقى هي المهمه، والهرمونز، كل الهرمونز بيطلعوا بالبيتا ادرينرجيك ستيمولانس والميتابوليزم. ده اطول هرمون اللي هو الباراثرمون، فاضل لي 10 مينتس واقفل في التو هرمونز الثانيين، ويبقى قلت ثلاثه هرمونز من 14 هرمون بتوع الاندوكراين والريبرودكشن. يبقى بيطلع هو كالسيوم رايزنج، يبقى اهم حاجه لو الكالسيوم قل اهي، او لو زياده الفوسفورس ادت لنقص الكالسيوم، يعني زياده الفوسفورس لو ادت لنقص الكالسيوم اندايركتلي، او نقص المغنيسيوم لان عنده هاف بوتنسي اوف كالسيوم. تبقى فاهم كل حاجه مش جايين نقرا. والبيتا ادرينرجيك ستيمولانس، طب ايه الانهيبيتورز بتاعته بقى اللي يوقفوه لو الكالسيوم زايد المغنيسيوم زايد يطلع ليه؟ هو بيزوده وهو اوريدي زايدين. او في فيتامين دي الاكتف فورم اللي هو كالسيترول اوريدي موجود، هو بيطلع عشان يعمله، ادي الانهيبيتورز بتاعته. نيجي تاني هرمون بقى يا اولاد اسمه كالستونين. الاول نتكلم عن ديسكفري. كالستونين اكتشف في 1962 بواسطه واحد اسمه كوب وواحد اسمه تشيري. يبقى كوب وتشيري في 1962 اكتشفوا الكالستونين. الاربع جمل تركيبه ايه؟ طالع منين؟ الاكشن الكنترول. اربع جمل، حب النظام جدا في كل هرمون، عامل جدول رائع اهو. اربع جمل. طالع من البارافوليكولار سيلز اوف ثايرويد اللي هي اسمها سي سيلز. وقلت ليه سموها سي سيلز؟ لانها سي، لانها كلير سيلز، عشان اول حرف في كلير سي. تركيبه ايه؟ بولي بيبتايد برضه، 32 امينو اسيدز. يبقى الثاني كان 84 امينو اسيد، ده 32 امينو اسيدز. المعلومه الثالثه وظيفته ايه بقى؟ ده عكس الباراثرمون. في كلمه كالسيوم لورينج هرمون، يبقى ده كالسيوم رايزنج ده كالسيوم لورينج. طب عشان يوطي الكالسيوم يفكر، يبقى لازم يرميه في اليورين، يبقى يمنع الكالسيوم ري ابزوربشن في اليورين. ويعمل ايه تاني؟ ويعمل ديبوزيشن للكالسيوم في البون، فيسموه حتى بون بيلدينج هرمون. بون بيلدينج يعني الكالسيوم، يعني الباراثرمون يضعف البون. كنت بقولها حتى طول عمري حفظها لاجيال، اكبر معول لتحطيم البون هو الباراثرمون، اكبر ناحيه للبون هو الباراثرمون، انما اكبر بناء للبون اللي هو الكالستونين. بيرسب هو عاوز ينقص الكالسيوم في الدم، فيحط الكالسيوم في البلد، ديبوزيشن بيلدينج. تمام، عشان كده اقول لكم برضو معلومات طريفه يا اولاد. اي شخص عنده هشاشه في العظم، وقلنا سبيشال الستات بعد المينوبوز 7 ل 12% عندهم هشاشه، وكل الناس كبار عندهم هشاشه، لما الهشاشه تزيد قوي بنديهم كالستونين بيبني البون. انت بقى اللي فهم، هو عشان يبني البون
يشغل البلاس ولا يشغل الكلاس؟ ألف، أنا عاوز ناس فاهم. يبقى لازم يزود الاكتيفيتي اوف بلاس ويقلل اكتيفيتي اوف كلاس. للأوائل الميجور افكت مش انه يزود الاكتيفيتي اوف بلاس، انه ينقص الاكتيفيتي اوف كلاس. يعني الظاهر ان الكلاس دي كل الهرمونز حاطينها في مخها، الباراثرمون يخليها تهد فيشغلها عن طريق انترلوكين 6، يشغل بلاس والبلاس يشغل الكلاس من انترلوكين 6، والسايروكالستونين عشان يبني يوقف الكلاس. ده الميجور افكت على المهم. طب نيجي عشان ينقص الكالسيوم في البلاد يروح يرميه في الكيدني، اشتغل فين؟ يلا قول 100% قلنا معظم الهرمونات بتشتغل، اتعلمنا بتعمل فاينل ادجستمنت اوف يورين، ضبط نهائي للبول. الضبط النهائي لازم يبقى في النهايه، يبقى الديستال كونفوليوتد تيبيول ينقص الكالسيوم في الديستال كونفوليوتد تيبيول. خد بقى المفاجاه اللي جايه. طب وعلى الفوسفورس يعمل ايه في البروكسيمال؟ قلنا اي فوسفورس بي مع البي في البروكسيمال. هنا بيزود كمان الـ بيقلل ري ابزوربشن، وبالتالي بيزود الاكسكريشن بتاع الفوسفيت في البروكسيمال. انت هتجاوبني ليه؟ لان ضبط البي اتش اهم من ضبط الفوسفورس والكالسيوم، فعشان كده حط الفوسفيت في اليورين عشان يشتغل كبفر للفيكسد اسيد. يبقى كانه السكند اكشن ليه انه بيقلل الري ابزوربشن، او بطريقه اخرى بيزود الاكسكريشن. ما هو يقلل الري ابزوربشن يزود الاكسكريشن بوث كالسيوم في الديستال اند بروكسيمال الفوسفيت في البروكسيمال، وده الماينور افكت. يعني الميجر افكتس على البون على الكلاس، ده الماينور افكت. طب ونيجي على الانتستين، فيش اكشن خالص. الاولاني كان بيشتغل بنفسه، كان بيشتغل عن طريق انه يبعت ابنه، ده ما عندوش ابن، فنو اكشن على الانتستين. ففي اكشن على البون والكيدني بس. اهم اكشن فين يا اولاد؟ على البون. فين بالظبط؟ على الكلاس، يوقفها. سموه الكالسيونين بون بيلدينج هرمون، اكبر بناء للبون في الجسم هو الكالسيتونين، واكبر ناحيه ريزوبشن هو الباراثرمون، اكبر معول. طب نيجي الكنترول، النقطه الرابعه، هو وظيفته نقص كالسيوم في الدم. قولها انت، يبقى مين اهم ستيمولس ليه؟ هو اذا ينقص كالسيوم في الدم، يبقى امتى يطلع؟ لما يلاقي الكالسيوم في الدم زاد. طيب بالعكس، طيب ده بقى حته من الحاجات الرائعه اللي بحبها قوي يا اولاد، او وده يدل ان وراء الخلق قوه عاقله، ان الكالسيوم ما زادش ولا حاجه، هيزيد. يعني هو بمخه، لان وراء خلقه قوه عاقله نسميها الله، لقى حس ان الكالسيوم هيزيد فطلع عشان يمنع الزياده. امتى الكالسيوم بيزيد؟ بعد ما ناكل. طب ما احنا ما بناكل بيطلع جاسترو انستاينال هرمونز، من اهمهم الجاسترين. فانت تاكل يبقى الكالسيوم هيزيد في الدم، وهو اساسا ما بيحبش كالسيوم يزيد، هو كالسيوم لورينج هرمون. فلما بتاكل بيطلع هرمون اسمه جاسترين يطلع الكالسيتونين يمنع البوست برانديال هايبركالسيميا، زياده الكالسيوم بعد الاكل. شوف طب قول لي دي تدل على ايه؟ انه وراء الخلق قوه عاقله، انه منع التغير قبل ان يحدث. ما فيش تغير لسه، ده انت كلت هيزيد، لسه ما زادش، فهو منع الزياده بانه طلع الجاسترين اللي هو الجاسترون. لما كلنا بيطلع هرمون اسمه جاسترين يطلع الكالسيتونين يمنع الهايبركالسيم. شيء رائع. اسمع اللي بعدها جميله قوي قوي برضه، بيطلع بالايستروجين اللي بيزيد جدا في البريجننسي هرمون الانثوي، وبالبرولاكتين اللي بيزيد من اسمه في اللاكتيشن في الرضاعه. ليه؟ تعال نفهم. في البريجننسي الحمل والرضاعه بيمثل عبء على البونز، لان الميلك غني جدا في الكالسيوم، فالكالسيوم خايف على البون، خايف للكالسيوم بتاع الميلك ده يتاخد كله من البون بكميه مبالغ فيها، فالام جي لها شاشه في البون انها فقدت كل الكالسيوم، او يعني نسبه كبيره من الكالسيوم بتاعها في الميلك، او في البريجننسي خدت الكالسيوم كله حطته في البونز بتاع البيبي،
لا يا لازم تاكل حاجات فيها كالسيوم، مش يبقى المصدر الاساسي هو البون. فهو بيطلع ليه بقى؟ تو انهبيت الكالسيوم لوس فروم بونز. شوف الروعه. يعني ايه بيطلع في البريجننسي واللاكتيشن؟ عشان يقلل، يحد من فقدان الكالسيوم في البون. عشان كده بيطلع بالايستروجين بتاع الحمل، وبيطلع بالبرولاكتين بتاع الرضاعه. ده هو ايه بيوقف البرولاكتين عشان تبقى عارف، يعني الكالسيوم بينهبيت البرولاكتين. ايه الروعه دي؟ انا مش جاي اقرا معاكم لسه يا اولاد، انا جاي افهم معاكم. هذا الهرمون بيبني العظم، هذا الهرمون خايف على العظم. ففي البريجننسي بيطلع عشان يمنع استهلاك عظم الام بنسبه اكبر مما ينبغي في صناعه عظم الجنين. بيطلع في الرضاعة عشان يمنع استهلاك الكالسيوم بتاع البون في الميلك. عشان كده بيطلع بالايستروجين اند برولاكتين. هتبقى فاهم. نيجي للهرمون الرابع والاخير، الثالث والاخير، ودول 3 من 14 النهارده، يعني محاضره قيمه جدا. ال 125 ده هيدروكسي كوليكال صفر. الاربع نقط بيطلع منين؟ تركيبه ايه؟ وبعدين الاكشن، وبعدين الكنترول. بيطلع منين؟ من الكدني. الكدني بتطلع اهم فيتامين لبناء البون، ويعتبر هرمون. من طالع من الكدني دايركت، يعني ده فيتامين وهرمون. وتبقى عارف القصه اللي قلناها من اول السيفن دي هيدروكوليسترول بالالترا فاليت تدي كوليكال سيفرول، تحط له هيدروكسيل جروب في الليفر عند 25، وهيدروكسيل جروب تاني في الكدني عند كام؟ عند واحد لو في باراثرمون دلوقتي الفا هيدروكسيليز. تحكي القصه دي، عشان كده قلنا مشاكل الكليه تبوظ البونز. طب تركيبه ايه بقى؟ دي مهمه قوي قوي قوي. الاثنين اللي قبل كده كانوا بولي بيبتايدز، انما ده تركيبه ستيرويد. طب الاكشن الاول تملج زي نفس الطريقه، في كلمه بيعمل ايه؟ كالسيوم رايزنج هرمون، زي الباراثرمون، زي ابوه. فالابن يصنع مشيئه اباه. ابوه كان بيزود الكالسيوم اهو اللي هو الباراثرمون، هو كمان يزود الكالسيوم اهو زي ابوه. طيب اشتغل على ايه؟ اشتغل على البول وعلى الكدني وعلى الانتستين. فين الملعب الرئيسي؟ الانتستين بيعمل ابزوربشن لكل المينرالز، ده بيحب يبني، فبيزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم. ده الملعب الرئيسي. ازاي الكالسيوم؟ اشرحه لي. هو استيرويدز بحرف الاس، يبقى يعمل فينسيس للبروتينز بحرف الاس، والاكشن بتاعه باسلوب حرف الاس. ايه البروتين اللي ممكن يخلقه في الانتستين يزود الابزوربشن في كالسيوم؟ بروتين يمسك الكالسيوم فيساعد امتصاصه، اسمه كال بايندين. ده الملعب الاساسي بتاعه، ان هو يزود المعادن من الانتستين، يزود الكالسيوم فوسفورس اند ماجنيسيوم بيابزوربشن كالسيوم فيا كال بايندين. نرجع بقى البول، احب اقول لك بطريقه لطيفه قوي. فيتامين دي 3 ده بيمثل نيكست جينيريشن. يعني ايه؟ يعني عارف انت مثلا لما نقول ايفون وايباد والحاجات دي، ايفون مش عارف طلعه 10 دلوقتي ولا ايه، لازم يبقى الجينيريشن اللي بعديه احسن من اللي قبله. انت لازم يبقى عندك باراثرمون عشان يبقى عندك ال 125، ما هو لولا الباراثرمون ما كان ميلاد ال 125. فانا بقولها بنفس المنطق وبطريقه لطيفه في الشرح. يبقى ال 125 ده الجينريشن اللي بعد الباراثرمون، يعني الاول في باراثرمون وهو يكون ال 125، فلازم يبقى احسن من الجينريشن اللي قبله. فالباراثرمون كان مخه يعني متركب وان واي دايركشن، انه ينحت البون، يحطم البون، اكبر معول تحطيم البون، والكالسونين اكبر بناء للبون. ده بقى ذكي جدا فيتامين دي 3 ده الاكتيف 4، قال لهم استنوا عليها شويه، انتوا هممكم ايه؟ قالوا هممنا الكالسيوم في الدم. قال لهم طب خلاص انا هبص للكالسيوم في الدم، لو لقيته قليل هعمل للبون ريزوربشن عشان ازوده، هسيح البون عشان يطلع الكالسيوم البون يزيد في الدم. لكن لو لقيت الكالسيوم زايد في الدم اعمل برضه زي ابويا ريزوربشن، لا بالعكس هعمل ديبوزيشن. عشان كده قلنا في كلمه، هو بيعمل
ريزوربشن اند ديبوزيشن يبقى بيساعد عمليه البون ريموديلنج حسب كميه الكالسيوم المتاح ديبندنج اون بلازما كالسيوم. شيء رائع. وعشان كده اعلم الدكاتره حاجه مهمه قوي. يجي للطبيب طفل او واحد كبير عنده هشاشه في العظم فيقول له نديك فيتامين دي. غلط يا بابا، فيتامين دي مش هيبني العظم غير لو لقى الكالسيوم زايد في الدم. لما لقى الكالسيوم زايد في الدم في زياده بالكالسيوم في الدم ياخده يبني بيه البون. فما ينفعش تدي فيتامين دي لوحده، لازم تدي كالسيوم الاول تزود الكالسيوم في الدم وبعديه فيتامين دي فياخد الكالسيوم يبني. لكن لو اديت فيتامين دي لوحده ولقى الكالسيوم في الدم قليل هينيلها لك زياده، هيهدلك البون عشان يعدل الكالسيوم بتاع الدم، لان هو عينه على الكالسيوم بتاع الدم. التصرف في البون مقرون بكميه الكالسيوم اللي في الدم. فاوعى، بقول لكل الاطباء اللي فاهمين، لما تلاقي عيان او عيانه او طفل عنده ريكتس او ست عندها اوستوماليشيا ضعف في العظم، تديش فيتامين دي لوحده ابدا. فيتامين دي يعطى مع الكالسيوم، لان هو بيفكر ده لاست جينيريشن، بيبص للكالسيوم في الدم وديبندنج يتصرف. نيجي على الكيدني، هو بيصنع مشيئه ابوه بيزود الكالسيوم، فراح في الكيدني بيزود الكالسيوم ري ابزوربشن في الديستال. حلو خالص، زي ابوه بالظبط اهو، زي ابوه كالسيوم في الديستال. هنا بقى بص حاجه غريبه قوي وبتلخبط كثير من الزملاء في الشرح. طب ابوه عمل ايه في الفوسفورس؟ كان عشان يزود الكالسيوم اندايركتلي رمى الفوسفيت، فالفوسفيت قل في الدم فالكالسيوم زاد. بس قلنا كان الغرض الاساسي من الحكايه دي ايه يا اولاد؟ مش ان هو يزود الكالسيوم، دي نمرة 2، ان هو يعمل بافرنج للفيكسد اسيد. فده بقى عمل حاجه غريبه جدا، ان هو زود الفوسفيت ري ابزوربشن في البروكسيمال كونفيتيول. لان ده قلت لو خدت بالك في الانتستين بيحب يزود المعادن، فزود الابزوربشن في الانتستين ويزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت في الكيدني. وهنا عندي تعقيبين يا اولاد. التعقيب الاول ان نحن نعلم ان ربنا سبحان الله، الناس اللي المؤمن بوجود الله حاطط كل حاجه على ميزان، يبقى زي ما في تو هرمونز بيرموا الفوسفيت في اليورين عشان يعملوا بافرنج، كان لازم هرمون ياخد الفوسفيت من اليورين عشان يعمل كنترول. مش معقول كلهم يرموا فوسفيت، طب نظبط ازاي الكميه؟ يبقى الباراثرمون والكالسيوم بيرموا عشان يعملوا بافر، فيتامين دي يعمل ري ابزوربشن، هو يحب يحتفظ بالمعادن. ففي الانتستين خد الكالسيوم والفوسفيت والمغنيسيوم، في الكيدني خد الكالسيوم والفوسفيت، يحب المعادن قوي هو. فنمره واحد ليه هو بيزود؟ عشان خاطر يبقى فيه بالانس، في حاجه ناس ترمي الباراثرمون والكالسيوم يرموا فوسفيت وده يزود الفوسفيت. نمره 2 قلنا ان هو بيحب يزود المعادن. انا بقى بقولها بطريقه لا تنسى في الام اس كيو، فتح ودينك. فيما اتفق العدوان واختلفا الصديقان في الفوسفيت في البروكسيمال، يعني نقطه الاتفاق ما بين العدوين اللي هم الباراثرمون اهو، الباراثرمون اهي، والكالسيونين النقطه الوحيده اللي متفقين فيها، بص اهي هتحطها لك بلس الفوسفيت في البروكسيم بالليزر، هما اتنين بيرموا فوسفيت. وفيما اختلف الصديقان الفوسفيت في البروكسيم، ان الاب كان بيرمي فوسفيت الابن بياخد فوسفيت، عشان كده عاملها لك باللون الاصفر. يبقى اهم نقطة تاخد بالك منها، لان انت معتاد ان الكالسيوم عكس الباراثرمون، وفيتامين دي ده ابن الباراثرمون، لولا الباراثرمون ما كان ميلاده. فين النقطة الوحيدة اللي اتفق فيها العدوان واختلف الصديقان؟ فوسفيت في البروكسيم، ان العدوين هم الاثنين بيرموا فوسفيت في البروكسيم. خلاص اهو بيرموا فوسفيت، اتفقوا مع انهم اعداء. وفين النقطة اللي اختلف فيها الباراثرمون مع ابنه؟ انه هو بيرمي فوسفيت، هو ده بيزود الفوسفيت ابزوربشن. وقلنا ليه؟ لان ما ينفعش كلهم يرموا فوسفيت، لازم ناس ترمي وناس تاخد عشان نعمل بالانس. ونمره 2 ان في حاله فيتامين دي عاوزك تبقى فاهمها كويس قوي، هو بيحب جدا الاحتفاظ بالمعادن، فلو خدت بالك في الكيدني في التستين زود الابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت، وفي الكيدني زود الابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت.
دي واحد من اهم النقط في الشرح. فيما اتفق العدوان الباراسترمون والكالسيوم وفيما اختلف الصديقان في الفوسفات في البروكسيمال، اوعى تنسى. نيجي بقى النقطه الرابعه اللي هي كنترول. هو كالسيوم رايزنج، يبقى ايه اهم حاجه تطلعه؟ نقص الكالسيوم. طب تاني حاجه تطلعه الباراسترمون. لولا الباراسترمون ما كان ميلاد ال 125، كان هتقول ال 2425، يبقى الباراسترمون بيزوده. طب وثالث حاجه النيجاتيف فيدباك ميكانيزم، لو قل الاكتيف فورم اوف فيتامين دي ال 125 دايدروكسيكوليكالسيفرول بالنيجاتيف فيدباك هيحصل اكتيفيشن لل 1 الفا هيدروكسيليز انزيم في الكيدني بالباراسترمون يطلع مور فيتامين دي. ده الكنترول. يبقى دول يا اولاد ده ثلاث هرمونات من ال 14 سؤال مهمين في الاندوكراين ريبرودكشن، الباراسترمون والكالسيتونين والاكتيف فورم اوف فيتامين دي. هتشرحهم ازاي كل واحد في اربع نقاط؟ طالع منين؟ النقطه الثانيه الكيمستري تركيبه ايه؟ الثالثه وهي الاهم الاكشنز، والرابعه الكنترول. ولا تنسى ان الباراسترمون ده الموست تيبيكال، ده قال عشان ازود الكالسيوم في الدم لازم ازود الابزوربشن من الانتستين، وامنع الاكسكريشن ازود الري ابزوربشن في الكيدني، ولازم اهد البول عشان الكالسيوم يزيد في البلاد. ريزوربشن حتى لهم كلمه مشتبهه يعني فيها سجع، ريزوربشن ري ابزوربشن اند ابزوربشن. اما الكالسيتونين قلنا بالعكس ده بون بيلدينج، فعلى البون عمل ديبوزيشن، ده الميجر افكت ان هو بينهيبت الكلاس. وبعدين عاوز يقلل الكالسيوم في الدم، ده بقى عمل الاثنين، عمل منع الري ابزوربشن كالسيوم في البروكسيمال والفوسفيت في الديستال، رماهم الاثنين ومفيش اكشن على الانتستين. نيجي فال فيتامين دي، ده يحب المعادن جدا. فالانتستين عمل ابزوربشن لكالسيوم فوسفيت ومغنيسيوم، في الكيدني عمل ابزوربشن لفوسفيت في البروكسيمال والكالسيوم في الديستال. وبعدين بوم بقى عمل حاجه ذكيه جدا، انا هبص على الكالسيوم في البون، لو لقيته زايد اخده اعمل بي ديبوزيشن، لو لقيته ناقص اعمل ريزوربشن للبون وارمي شويه كالسيوم في البلاد. فعشان كده قلنا بون ريموديلنج ديبيندينج اون بلازما كالسيوم. والنقطه الرابعه الكنترول، مش عيد تاني، انت تقدر تعيد الكلام ده بالفيديو. واحد من اهم المحاضرات اللي هو الكالسيوم هوميوستاسيس، المحاضرة القادمة بإذن الله في الاندوكراين، لما نوصل الاندوكراين في نفس هذا اليوم هنكمل حاجات بسيطة في الديس اوردرز، وبعدين ندخل في السوبراينال بإذن الله. وفي النهاية بأشكركم على أنكم دوتوني وقتكم، وأتمنى أن أكون أفدتكم، ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. Good luck يا أولاد.